سبق فيه حجز باسم احمد نافع الابوري. اي فندم، الف مبروك. شكرا. ناويين تشرفونا كتير يا فندم؟ اسبوع، سبعة ايام بلياليهم. فاتتنا حكايه لياليهم دي يا حبيبتي. هتبقى حوسة لو كانوا اجروا الاوضه بالنهار وجوها بالليل لحد تاني. اتفضل سيادتك القنصل اللي هناك، وانا هحصل سيادتك القنصل العفشي. لا انا افضل اكون مع العفشي. لا ما يصحش. طيب هم حتتين قدامك هم. ما تخافش يا دي. وتخلي بالك منهم عشان فيهم الظروف بتاعتك كلها، وانت عارف الايام الظروف صعبه شويه. يا بيه اطمئن. اسمع، ما تهبدهمش على الارض علشان الشنط دي مش بتاعك، مستلفه من واحد صعب. يا بيه اطمئن. راح عليهم. ايه ده يا استاذ؟ انت هتسيبنا نمشي لحد الاوضه؟ صحيح، فاتتني. تاكسي تاكسي. ما تستعبطش، لازم تشيلني. انت ناسي ان دي اول ليله في جوازنا؟ اشيلها ده ايه؟ ما تكونش فاهمه انها اتجوزت طرزان. ساكت ليه؟ ما تيلا. بس بسأل يا حبيبتي، يعني تحبي شيله معينه ولا اي شيله والسلام؟ كله ماشي، المهم تشيلني وبس. يا قوي على كل قوي. انا لو اعرف من الاول ان العمليه تقيله كده كنت خلعت. الجمله دي معناها انك ندمان على جوازك مني. معقول يا حبيبتي اندم برضو على احلى حاجه حققها لي ربنا؟ حقيقي الكلام ده من قلبك يا حبيبي؟ من نخشيشي، من جوه نخشيشي الاول يا حبيبتي. اخدت على سيادتك رصاصي العفش كان متعطل شويه. هو احنا بنسرق مش متجوزين؟ بس احنا في الشارع، قصدي يعني في قدام الاوضه. خلاص نكمل جوه ولا تزعل. استنى، اتمنى لك حياه زوجيه سعيده. وانا كمان يا هانم اتمنى لك حياه زوجيه سعيده. انا شفتك فين قبل كده؟ شيل بقى. بس لو شلت يعني. يلا شيل. طيب هقول لك على حاجة بقى. ايه؟ أنا غير مسؤول بقى عن اللي هيحصل جوه بعد الشيلة دي. مالكش دعوة. عسل ولا اسبوع عسل؟ وهو الاسبوع خلص والجلسه بكره.
اطمن يا معلم، بكره الصبح هيكون في المحكمه. ابراهيم افندي، الحكايه دي عقباها وحش قوي. اطمن يا معلم، احنا اساتذه القانون وكلمتنا واحده. لما اشوف على العموم هنتقابل في المحكمه بكره باذن الله. يا معلم نتقابل في المحكمه بكره. طويل سعادتك. ايه؟ ما تقبل مسكره. لما تجيب لنا كده حكم يخش مزاجي اديك السيجاره اللي هي. مع السلامه يا معلم. الله يسلمك. السلام عليكم. والعمل يا ابراهيم افندي. والله ما انا عارف يا عم صالح. كلمه في اللي قاله. ما تعيطش يا عم صالح، كلمته كذا مرة، 6 مرات. كل العمال بتوع لوكاندا قالوا لي إن العروسة منبهة عليهم عدم الإزعاج مهما كانت الظروف. حاول تاني. ما تعيطش يا عم صالح، هحاول تاني يا سيدي. ألو لوكاندا؟ فضلك اديني الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي. الابوري. الابوري يا ست. عارف انه يا ست انا وكيل اعماله ومدير مكتبه وكاتب اسراره. الله، المساله خطيره جدا. احنا متسوحين يا هانم. الله، لا مؤاخذه يا بنتي، اصل انا منفعل شويه، تعبان، حاولي تاني، الهي يسترك. شهر عسل ايه ده والمكتب تعبان. واخرب بيتك يا عم صالح، من يوم ما عيطت مفيش خالص. ليه يا عم صالح؟ ليه؟ افرد وشك يا راجل، حرام عليك. طبعا. يا ساتر عليك، المفروض يشوف شغله الاول وبعدين يبقى يعسل على كيفه. ما تعيطش، ما تعيطش ابدا. حبيبتي بس اقول الوم نفسي وبعدين احط السماعه. قولها لي فوي. احنا بقالنا اسبوع بنقول بس واجب برضه نرد. سيب اللي يرن يرن. طب مش جاهز تكون ماما؟ ماما؟ ممكن. الو؟ اهلا يا ابراهيم افندي. الله يبارك فيك. ايوه موجود. الو؟ ايوه ابراهيم افندي. ازاي؟ الحمد لله يا بيه، كله تمام. المكتب عال وكلنا بندعي لك بدوام الصحة. ربنا يقويك يا أحمد بيه، ربنا يقويك. أيوه بس أنا وقعت زبون صح وبرشلته في مقدم الأتعاب. بكرة يا فندم القضية في المحكمة الكلية دايرة 11. لا اطمن، بكرة من بدري هحكم في المحكمة. على السلامة. يا سلام على إبراهيم يا فندم، جدع بيشكل. أحسن واحد يشكل الزبون ويجيب رزقه. ده إيه بقى الشغل بتاع بكرة ده بقى؟ واحنا حبيبتي مش متفقين نقضي اسبوع عسل وبعد كده نبتدي الشغل. ارتخيت بسرعه يا حبيبي. لا لسه فاضل الليلين. معقول؟ ده انا ما كنتش واخده بالي. طيب ما دام خدت بالك ما تيجي جنبي بقى. غريبه اننا متجوزين بقى لنا اسبوع ولسه بنتكسف من بعض. ودايما اولاد العائلات الكبيره بيبقوا كده. عشان نازل. ده معقول برضه يا حبيبتي؟ اصل انا مستعجل ليه؟ لازم اقابل ابراهيم قبل الجلسه ما تتم، ولا يعني اخش اطرح في القضيه ما اعرفش فيها حاجه. حد وحشني يا حبيبي. حبيبي ما تقولهاش بحنيه قوي لحسن ارجع في الكلام واقعد تاني. ها؟ وانت نروح في شربة ميه. طب ما تتاخرش عليا. لا وده معقول؟ اخر عليك ازاي؟ انا حكمت في القضيه كلمتين وجاتلي على هنا على طول. هدفع حساب اللوكاندا ونطلع على بيت والدتي. عشان نقضي بقيه عمرنا في عسل. ان شاء الله. يا حبيبي لما ترجع مش هتلاقيني، لكن هتلاقي شنطتين، هاتهم وحصلهم. انت هتسبقيني على بيت والدتي؟ بصراحة؟
احنا مش هنسكن عند والدتك. نعم. اوعي تكون عامله حسابك ان احنا هنقعد عند والدتك. احنا مش هنسكن لا عند مامتي ولا عند مامتك. ما هنسكن فين؟ في رصيف نمرة 5 بتاع فريد شوقي. من غير هزار من فضلك. هزار ايه بس؟ احنا مش اتفقنا انا وانت قبل الجواز ان احنا مش هيكون لينا شقه خاصه لوحدينا، علشان انا ما عنديش فلوس ادفع مقدم ايجار او خلوه رجل. حصل. طب لما هو حصل بتطلع عيله وترجعي في كلامك تاني ليه؟ حبيبي بالهداوه من فضلك ولعلمك انا لا رجعت بكلامي ولا انت هتدفع مقدم ولا خلوه، والشقه جاهزه. الشقه جاهزه؟ ايوه، بس انا كنت عايزه اخليها لك مفاجاه. بتتكلمي جد؟ طبعا، شقه محترمه مفروشه. انت قلتي مفروشه؟ ايوه. يا نهار اسود، انت عارفه مفروشه يعني ايه؟ يعني فيها عفش يا حبيبي. يا خرب بيتك يا احمد يا نافع يا ابوري، انا قد الشقه المفروشه؟ اهدى بس وصلى على النبي. انت لو بعتيني انا والقضايا اللي عندي على باب المحكمه ما اجيبش اجره يومين في شقه مفروشه. قول لي بالصلاه على النبي، انت عندك استعداد تدفع كام في الشهر في شقه فاضيه؟ 180 قرش. يعني 190 جنيه، 25 جنيه. خلاص هو ده اللي هتدفعه. ليه؟ انت قدرتها من واحد 15 مجانين؟ ابدا، ده راجل طيب وعاقل. شقه مفروشه ب 25 جنيه؟ ده بير السلم بيتأجر اكتر من كده الايام دي. بقول لك صدقني شقه مفروشه لوكس وفيها توصيل التليفون كمان. نوال انا حاسس انك انت بتدبسيني زي ما حصل يوم الشبكه. انا حصل مني حاجه يوم الشبكه يا حبيبي؟ ايوه، مش قاعد تقولي لي شبكه ايه يا حبيبي؟ ولا يكون عندك هم؟ حاجه رمزيه نجيبها، ولما جينا للجدل واحنا للسائغ رحت هبد عليك ب 500 جنيه. اخطى عليك، ايه اللي بتقوله ده؟ انت مستخسر فيا شويه ذهب ب 500 جنيه؟ نوال انا عمري كله فداك، بس انت عارفه تجيله غطاه. انا علشان اعمل فرح ونيجي نقعد اسبوع هنا بعت عربيه ابويا الله يرحمه. اي نعم كانت مليان دركسيون وملهاش عجل ولا كاوتش، انما هي جابت حاجه برضه. معلش بكره تجي لك قضايا كتير وتغتني، ومن حسن حظك الناس زمامها باظت والبلاوي كتر، يعني اطمن رزقك هيزيد. نوال وبعدين احنا مش عايزين نتكلم دلوقتي، خليك فاكر احنا وقفنا لحد فين وبعدين نكمل. ايوه بس هتتاخر على القضيه. قضيه ايه؟ القضيه اللي كلمك عنها ابراهيم افندي. يا نهار اسود، القضيه مش هتكمل الفطار؟ فطار مين؟ القضيه هتروح. بتعملي ايه؟ جايه اودعك. انت بتدعي لي بالهدوم دي ما يصحش. ما دام انت مقتنع ان انا كويسه ولا يهمك كلام الناس. ناس ايه؟ كلام الناس يشوفوك بالطريقه دي بقى. حاجة ده كلام ما تصحش كده، ايه تطلعي فوق؟ طب اقول ايه؟ بعدين بعدين يلا يلا يا يلا يا سعاد البيت يا سيدي، بتبص على انت وهو يلا يلا يا سيدي. بعدين ده ايه؟ ده لو ما كانش دلوقتي ما ينفعش. احمد حبيبي. نعم. نعم ايه بس؟ بتقول احمد حبيبي، انت اسمك احمد حبيبي؟ لا. لما هو لا تقول لها نعم ليه؟ نعم ليه؟ انت احمد حبيبي؟ لا. طب بتقول لا ليه؟ تقدر تقول لي ازاي هتيجي على الشقه وانت مش عارف عنوانها؟ هات دوس دوس يا سعاده الباشا، الراجل زمانه شرقوه في المحكمه. تخلص القضيه يا حبيبي وتيجي على طول. طب اتفضلي بقى على فوق، ويا كذا ليكي في وشي تاني. يا سيدي خلاص، يلا يا عم، يلا يا سيدي. شافي الفيوم ممكن نتصاحب؟ لا يا عبد الشافي، لا يا عبد الشافي يا فيومي مش ممكن نتصاحب. قلت ايه بقى؟ خسارة. اعوذ بالله، اول ما شاف مراتي عايز يصاحبني. عاجبك كده يا ابراهيم افندي؟ طمن يا معلم، جاي باذن الله، جاي باذن الله. الواد اخويا هيروح عوانته يا ابراهيم افندي. يا معلم تماسك الله، دي لعبتي انا بقى. الحمد لله الاستاذ وصل. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك يا ابراهيم. مبروك يا استاذ. مين ده؟ اخو المتهم
بسرعه يا مين، قضيه هتتندم. تندم مين يا معلم؟ ما انتش جانب المحامي بتاعك ولا ايه؟ انا الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي، ما تفهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده بيه. شوف اما اقول لك، لحد النهارده بعوني الله ما فيش قضيه تتندم وانا مش موجود، ما تفهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده بيه. ما فيش حكم يطلع من محكمه مش على مزاجي، الله ما تفهمه يا ابراهيم. يا بيه احنا ما قلناش حاجه، بس اصل يعني ما فيش يعني. وكني في قضيه يبقى تنام وتحط فضلك وتضيق عظيم. فهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده بيه. ايه والبي زعل ولا ايه؟ زعل خد على خاطره منك شويه، من تلكيت وعجنت معاه ليه كده يا اخي؟ على فكره عاوز اقول لك حاجه. ايه؟ اصل سعاده البي احمد ايه؟ فلته من فلتات الطبيعه، لكن ممكن كل حاجه تمشي لو زودت شويه في مقدم الاتعاب. من اجل كل هذا يا حضرات القضاه، ومن اجل ما قدمته لهيئه المحكمه من ادله، وطالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم. طالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم الذي اعتقد انه طالما يعمل غزارا انما يستطيع ان يذبح البشر كما يذبح البهائم. اشكر هيئه المحكمه. القضيه عن ايه؟ الدفاع يا ابراهيم. القضيه عن ايه؟ تفضل يا استاذ. احمد نافع الابوري حاضر على المتهم يا فندم. تفضل يا استاذ. المتهم اللي لابس ازرق. حضرات المستشارين، السيد المتهم، السادة الحاضرين، السيد ابراهيم الوكيل بتاعي. اللهم صل على النبي، الاستاذ لاجل بختك مركز قوي النهارده. ايوه يا استاذ. ماذا اقول؟ ماذا أقول؟ وأي شيء يقال؟ وأي شيء يقال بعد كل ما قيل؟ وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ كما قال الشاعر: رب قول قيل في قول خير من قول يقال أو لم يقال. الأستاذ فتح جامد قوي، ربنا يزيده. ده الأستاذ ده فصيح فصاحة. ثم دعوني أتساءل، هل كل قول يعتبر قول؟ ها؟ كلا 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 وألف كلا. فهناك قول وهناك قول آخر. أما بالنسبة لقضية اليوم التي نحن بصددها، فدعوني أتساءل بكل ما أوتيت من قوة، ماذا أقول؟ ادخل يا أستاذ. أدخل فينا فندم؟ ادخل في الموضوع يا أستاذ. إن شاء الله حصل يا فندم، بس سيادتك عارف، سيادتك عارف يا فندم إن المقدمة الإيضاحية مطلوبة يا فندم. اللي بتقوله ما فيش ريحة الإيضاح يا أستاذ أحمد. طيب أعيد يا فندم من الأول علشان المحكمة تتابعني. ما فيش داعي يا أستاذ أحمد. الراجل متهم بقتل جاره والشهود موجودين. يا أخي الله يخيبك. ده انا بيوسع على سبع ادوار يا اخي. الله، ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ كده تعمل كده برضه يا مفتري؟ رجل القضيه لجلسه باكر لسماع شهود الاثبات. والله يستحسن برضه يا فندم.
الأستاذ أحمد نافع الأبوي المحامي. مين بيرن ده؟ أنا ساعة تليفونات جاي من عند صاحب البيت عشان التوصيلة. اتفضل يا أسطى. أنتوا فين بالظبط يا أست آنم؟ إحنا فوق آخر شقة عند السطوح. مين في حين يطلع السلالم دي كلها؟ يا خرابي، ده انا على ما اوصل فوق يكون الواحد يهد حيله وتقطع نفسه زي ما حضرتك التليفونات مقطوعه. يا مساعد مش كده؟ ايه فعلا السلالم بتاعتنا عاليه شويه. هي عاليه بقى يا ست هانم. معلش اتفضل اقعد. اقعد فين؟ ايوه صحيح، احنا ما عندناش كراسي، اصلنا مأجرين الشقه مفروشه من اول النهارده. ايه مفروشه؟ وهو فين الفرش ده؟ يا صاحب البيت هيجيب شوية حاجات واحنا هنجيب الباقي. تحب اجيب لك كوباية مية تستقبل لي رأيك بيها؟ ربنا يسترك، ربنا يستر عرضك. هاتي لي شفشق. حاضر. شفشق. بس يا خسارة مفيش كوبايات. لكن اسمع، ممكن تغسل ايديك كويس وتشرب بيها من الحنفية على طول. حضرتك الأول متأكدة إن في حنفية وفيها مية؟ لا 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 اطمن، مش للدرجة دي. الحنفية قدامك اهي ولسه مالية منها الفرق. مش معقولة. حط بقى التليفون ده في انهي حتة يا ست هانم؟ وبتزعق كده ليه؟ معلش غصب عننا، بس اتعودنا على كده من كتر التليفونات البايظه. اقول لك خليها هنا احسن، عشان ناوي اشتري حته موبيليا شيك واحط التليفون عليها. حاضر. ولا اقول لك احسن خليها هنا. هنا اهو. هنا اهو. حاضر. اسمع. ايه؟ خليها هنا احسن، بس طول السلك عشان يوصل الشقه كلها. الاستاذ احمد نافع الانبور المحامي. مين بينده على الاستاذ احمد المحامي؟ طلعه فوق. فوق فين؟ اخر دور. حاضر. كويس انك جيت راكب توصيله التليفون دلوقتي. اشمعنى؟ عشان تدق زي ما انت عايز، لان بعد كده هنراكب ورق الحيطان. ولا مؤاخذه حضرتك والبيه منقولين من بلد تانيه؟ منقولين ايه؟ ده احنا لسه متجوزين في شهر العسل. ربنا يسعدكم يا ست هانم. ميرسي. لكن حرام برضه تاخدوا شقه مفروشه، دي اكيد غاليه. ما هو لو هنستنى لحد ما نقدر نجيب شقه فاضيه هكون انا بقيت عانس وهو طلع على المعاش، يبقى بلاش نتجوز بقى. من مهاتك يا رب. ميرسي قوي. يا سلام على رقتك يا ماما. ايه؟ مش فاهمة. بيقول لحضرتك امضي بالاستلام. برضو مش فاهمة. بيسأل حضرتك يلزم خدمة تانية؟ فهمت. دقيقة واحدة يا حاج. متشكرة قوي. ايه متشكرين؟ اذا عطت ورد تاني ما تبعتلناش.
الورد وسنين الورد جاب الورد. من فضلك من فضلك انت سيبني في حالي مش ناقصك. انا بس عايز اسال الاساسير شغال ولا لا؟ ولو كان شغال كان يبقى ده حالي ومنظري. لا 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 انا مش عايز فلوس. انا مش عايز فلوس بس انا سايق عليك النار. لو التليفون ده عطل ما تبعتوليش. واخد صحتي على قدي عندي عيال عايز اربيهم. بكره صاحبي بيتي صلح الاسانسير. صلح؟ تصدق الكلام ده برضو؟ الاسانسير بتاعكم ده ما بيشتغلش الا في العطلات الرسميه. انا عارف البيت ده كويس قوي، عارف صاحبه كويس قوي قوي. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالنا بالشقه. الله انت جيت يا حبيبي. اوعى تقول انك تعبت من السلم. ده انت لسه شباب وما يصحش كده. يلا قوم. عندي حاجة عليها القيمة هتكون نسيها من بعدها؟ برضو لا. أمال عايزة تخلصها عليا وتموتيني بدري ليه؟ اخفى عليك، ازاي تتهمني اتهام زي ده؟ أنت فاهم يعني إن ما عنديش محامي يترافع عني؟ حبيبتي، المحامي اللي أنت قصدك عليه ده بعد أسبوع واحد في الشقة هنا مش هيبقى في حالة رفع ولا اللازم منه. ما تكبرهاش بس أمال. ايه يعني لو كنا سكننا عند والدتي زي ما اتفقنا من الاول؟ حبيبي انا قريت كتاب ان اهم حاجه بتوصل لمرحله الطلاق ان العرايس يسكنوا في بيت اهاليهم او يبتدوا حياتهم في بيت اهاليهم. الكلام بيكتر. امك قالت؟ لا امك انت اللي قالت. ويبصوا يلاقي نفسهم عند المأذون. اكيد اللي كتب الكلام ده ما سكنش فوق السطوح. اكيد يعني. اول مره يرن في بيتنا يا حبيبي. الو؟ ايوه يا حاج. كده؟ طب معلش ولا يهمك. مع السلامة. ايه في ايه؟ لا ابدا يا حبيبي مفيش حاجة مهمة. ده صاحب البيت بيبارك لنا وبيتأسف انه مش هيقدر يبعت أوضة النوم النهاردة. أمال هننام على الأرض؟ وإيه يعني؟ منها نشأنا وإليها نعود، وبعدين دي هتبقى ذكريات هنفتكرها في المستقبل ونضحك عليها. مش هنلحق نفتكر. لأننا هنكون انتقامنا للرفيق الأعلى بسبب الروماتيزم اللي موجود في الشقة. روماتيزم إيه كفر للشر يا حبيبي؟ يعني ما أنت شايف الإزاز المكسور؟ ده غير الهوا اللي هيلعب من تحت الباب. ده الجو جميل قوي يا حبيبي الليلة. جميل إيه ده؟ إحنا في يناير يا ست هاني. ما تخافش، أنا سمعت النشرة الجوية بنفسي في الراديو وبيقولوا إن الجو النهاردة
دافئ ممتع خالي من الرياح. وبتصدقي كلامهم برضو؟ من فضلك تستناني 5 دقايق بالظبط. حاضر. لسه متضايق؟ أفرع. طب خد اكسر دي. ليه؟ اكسرها بس دلوقتي حالا هتستريح، اصلها حاله نفسيه. لا يا شيخ، يعني كل ما بعصب اروح مكسر اي حاجه قدامي؟ طوالي. وانت لما هتتنرفز انت كمان هتكسر اي حاجه قدامك؟ طبعا. الحمد لله انا ما استناش عند امي. اهلا اهلا يا ماما. اتفضلي تعالي تريحي. اتفضلي تعالي. اهلا يا ماما. ميرسي قوي يا ماما على الورد. يلا يا حبيبي انزل هات ايدك الكدوزه لماما من تحت. ايوه هات بسرعه. لا 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 مش عايزه. بتقولك مش عايزه ودي تيجي برضو. يلا يا حماده، اذا كانت صاحبه الشقه نفسها بتقولك مش عايزه. مش كده؟ اكيد تعبتي مش كده؟ ايوه يا بنتي، مش تقولي انك ساكنه في البرج ولا لقيت غير كده يا ماما وقلت لا وما سكنتش. أمال أمال فين العفش؟ صاحب البيت قال هيبعت أوضة النوم بكرة وإحنا هنكمل الباقي. آه بكرة. ودي شقة دي تديك فيها 60 جنيه؟ أوعي تقولي الكلام ده لأحمد الحسن ده على الآخر. طبعا أنا فهمته إنها ب 25 جنيه بس وحضرتك هتكملي وهتدفعي كل شهر زي ما اتفقنا يا ماما. ها؟ وايه بقى سلم المطافي ده؟ مطافي ايه يا ماما؟ دي بتوصل على السطوح. على السطوح؟ عن طريق شقتكم؟ وفيها ايه يعني؟ اعتبريها ديكور. المرة الجاية لما تيجي تزورينا مش هتعرفي الشقة من حلاوتها. أنا هو أنا فيا صحة عشان أجي لكم هنا تاني؟ على إذنك يا أختي أنا ماشية. إيه يا ماما مش معقولة، رايحة فين؟ يا أختي استنيني تحت. يبقى مش ما كنتيش جاية عشان خالتك تعبانة شوية. قلت اروح اشوفها وفوت ابارك لك على الشقه. ما كنتش عارفه المصيبه اللي انت عايشه فيها دي. فبتتعشي معانا بكره؟ انا اتعشى معاكم اطلع السجن ده تاني. وحياتك يا ماما. سلام عليكم. عشان خاطري يا ماما. حاضر. عشان خاطرك. عشان خاطرك. عينيا الاثنين. حاضر. ما تنسيش يا ماما. حاضر. مع السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. لسه برضه مصدقه مصلحه الارصاد؟ الحقيقه مالهمش حق يخدعونا بالشكل ده. هما اللي بيخدعونا ولا احنا اللي بنخدع روحنا؟ حبيبي ده سيمي. مش لما داب في روحي الاول؟ اخفى عليك، خدني في حضنك. ما كنتش عارف ان البرد له فوايد لذيذه كده. وانت لسه شفت حاجه؟ لقيت فوايده حبين الصبح لما نقوم من النوم نلاقي ضهرنا متني ورجلينا مكلبشه ببعض. روماتيزم بقى. وبدل ما نروح على المحكمه ينقلونا على المستشفى. طب نام وانت ساكت، ما تبوظش الجو الرومانتيكي اللي انا عاملاه لك ده. ايه مالك يا حبيبي؟ الرطوبه ابتدت تخرج مفاصلي. طب اسمع، انا عندي فكره جنان. الحقيقه يا حبيبتي افكاري كلها جنان جنان. ايه رايك نقوم نخرج نتفسح؟ نتفسح؟ انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ وايه يعني؟ بيقولوا ان في محلات بتسهر للصبح. الصبح اللي انت بتقولي عليه ده لازم اروح فيه المحكمه ولازم اكون فايق ومستريح علشان اعرف اترافع عن الناس ولا اقف قدام القاضي زي الطروش. ومين هيتفسحني غيرك يا حبيبي؟
يا حبيبتي انت ليكي يوم واحد في الاسبوع تتفسحي فيه زي ما انت عايزه. بقيه الايام البرنامج هيكون كالاتي: هرجع من المحكمه اتغدى وانام ساعتين، بعد كده انزل اروح المكتب اقابل العملاء، ارجع من المكتب ادرس القرار، ثم اشرب اللبن، ثم انام في هدوء. جواز تقليدي يعني. هو الجواز كمان حطوه على درجات؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه؟ الظاهر حد بيفتح الباب. مصيبة، ده هيكون حرامي. ده يبقى حمار قوي لو جه هنا. طب قوم شوفي ايه؟ يا حبيبتي، أنا لغاية دلوقتي موافق على كل حاجة. إنما توصل لحد إن أنا أواجه حرامي وجها لوجه، أنا آسف، ده مش من طبيعتي ولا من أخلاقي. قوم بلاش كسل، الزوبعة خلصت. يا تقومي تقابليه أنت، يا تنامي وتسكتي. أسكت إزاي؟ لا أقوم طبعًا. صاحب الشقة دي؟ ده احنا اللي ساكنين فيها. الله، هي سكنت؟ من النهارده، وما تقربش لحسن حضرة في المليان. لا مليان ولا فاضي يا ست هانم. الموضوع ما الموضوع ما فيه ان احنا جيران. ايه؟ اصل انا مأجر البدروم بتاع العمارة مفروش، مأجره من صاحب الملك، واتأخرت في دفع الإيجار، فالراجل من بجحته قفل البدروم ومنعني اخش انام فيه. شوفي قله الحياه. ايوه، بس البدروم اللي بتتكلم عنه ده يبقى تحت، وانت دلوقتي فوق على السطوح. يا ماما، انا متعود اطلع هنا كل يوم استخدم السلالم دي، ابقى على السطوح على طول. وبعدين؟ وبعدين انزل على سلالم الخدامين، ابقى تحت من شباك المطبخ المكسور بتاع البدروم، انط ابقى جوه ونام، ولا من شايف ولا من ديري، والصبح نفس الحدود. يا حرام، اتفضل. ميرسي. اعمل لحضرتك قهوه؟ لا يا ماما، متشكر. يا ما لقيتش ما عندناش لا بن ولا ميه. بتتكلم؟ حتى الحرامة ضربت معاه الصحوبية. هنعمل ايه يا استاذ هانم؟ اصحاب البيوت ما بقاش في قلوبهم رحمة. فعلا، خصوصا صاحب البيت بتاعنا. تصور مأجر لنا الشقة دي ب60 جنيه في الشهر. يا ساتر يا رب. احمد بيدفع 25 وماما بتدفع الباقي. احمد مين؟ احمد جوزي. وستك متجوزة؟ ولسه عرفان جداد. ألف مبروك يا هانم، اسمحي لي أقدم نفسي. عبد السلام الدمنطوري. نوال مختار. وبالمناسبة دي أرجوك تقبلي عزومتي أنت والبي على العشاء بكرة بالليل. بلاش بكرة عشان ماما جاية عندنا. وماله؟ ده أنا هكون سعيد جدا لو ماما شرفت معاها. مش عارفة. نعم، تكسفنيش. ما تكسفنيش، خصوصا إن إحنا جيران. لأحسن بعدين أنكسف أعدي من عندكم تاني مرة. يا خبر، حضرتك تعدي في أي وقت. خلاص، لازم تقبلي عزومتي. خلاص اتفقنا. ميرسي. انا هستناكم الساعه 8 في القصر بتاعي. قصر ايه؟ ما انا مسمي البدروم بتاع القصر. تصبح على خير. وانت من قلبي. من حق. انا هحاول بعد كده اجي بدري علشان ما اقلقكوش وانتوا نايمين. براحتك، مش مهم. اصيله يا نوال هانم، اصيله. مع السلامه. انت واقفه تتسالم على الحرامي؟ ده مش حرامي يا حبيبي، ده الاستاذ عبد السلام. الاستاذ عبد السلام؟ ايوه. الاستاذ عبد السلام مين؟ الدمنهوري. الدمنهوري؟ عبد السلام الدمنهوري كمان؟ دمنهوري مين؟ جرى اللي في البدرون. اللي في البدرون؟ وايه اللي جابه في الصبح؟
صاحب البيت مش راضي يدخله لان في اجره متاخره عليه، والراجل متعود من زمان ينط من شقتنا على سلم الخدم على مطبخ البدرون على جوه، ينام لا من شاف ولا من دير. ايوه ينط زي ما هو عايز زمان، لكن دلوقتي دي شقه متاجره فيها سكان، القانون يمنع اي تصرف بالشكل ده. لازم اساعده وانصره على جشع صاحب البيت. تقوم تخليه يعمل شقتنا كوبري؟ الناس لبعضيها، النهارده احنا نساعده وننططه من فوق لتحت. جايز بكره نتعذر ولا ندفعش الاجره ينططنا هو من تحت لفوق، والواحد برضه لازم يبص لقدام يا حبيبي. إن هذا متهم الوائب أبابكم، إن هذا متهم الوائب أبابكم. إيه ده يا أستاذ أحمد؟ لا مؤاخذة يا فندم، أصل يعني امبارح تضيعوا في ماذا أقول، والنهارده تضيعوا في البرد والأكل والوزن. أصل ساعات البيت يعني الإزاز مكسورة يا فندم. الإزاز يا فندم الإزاز مكسور، والأوضة أصلها من هواء. هو دخل دخل يا فندم وقعد واستريح. استريح قوي يعني. إيه ده البرد؟ لا يا فندم. عبد السلام أنت مجهولي يا أستاذ، ركز في القضية اللي قدامك. اقعد استريح على مسألة الشاهد الأول. نادي على الشاهد الأول. عبد الفتاح سليمان المنشاوي. قول والله العظيم أقول الحق ولا شيء غير الحق. والله العظيم أقول الحق. رفعت الجلسة. يستحسن برضه يا فندم. متشكرة قوي. مع السلامة. ألف ألف مبروك يا حبيبي. العمارة نورت بوجودك فيها. انا عنياه جارتي في الشقة اللي تحت دي على طول. اهلا وسهلا، اتفضلي. والنبي يا حبيبتي، انا اول ما سمعت ان الشقة سكنت وان السكان علي الجداد طرت طرت من الفرحة. ميرسي يا ست عنياه، تبين عليكي ست طيبة والله. الله يخليكي. بس يا اختي يكون في عقلك، انا شقتي شقتك وشقتك شقتي، حكي ما انا احب الناس قوي وعمري ما احب التكليف. مفيش في الدنيا احسن من ان الناس تحب بعضها. يخرب بيته صاحب العمار، عرف ازاي يخلق الشقه دي من الحته الصغيره دي؟ ازمه سكن بقى. ده راجل جشع طماع بعيد عنك. الود ده وده يعدلنا كلنا من العماره ويقدرها مفروشه. وفرش ايه زي ما انت شايفه كده اهو. بس بيني وبينك كده، الناس دي مش عامله حساب لاخرتها، دي اخرتهم سودة بعيد عنك. لكن انا وانت كده واللي زينا عجلنا حد، هم بقى على جهنم. يا عالم اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا يا حبيبتي. شوكولاته؟ يا اليد ما نعدمهاش كمان واحد. إيه بس ما كنتيش تحلفي. عن اذنك ثانية واحدة. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. على فكرة ايوه حلوة قوي بلوستك دي. ميرسي. يعني لو جاني الجوب بقى كده ولا كده ابقى استلفها منك. تحت امرك في اي وقت. هو البيت بتاعك بيشتغل ايه؟ محامي. ربنا يحرسهولك. ميرسي. انا بقى البيه بتاعي بيشتغل في شركة استثمار كبيرة قوي. حاكم بيتكلم بالسبعة تولسون. هايل. بقالنا 12 سنة متجوزين والحمد لله عايشين على العين، عمرنا ما اتخانقنا مع بعض. أكيد راجل عظيم، لكن الرك برضه على الست. والمثل بيقول
ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. ما تستقليش بالكلام ده، هي صحيح امثال شعبيه لكن ليها معنى كبير وبتنفع. ماما دايما تقول لي كده. طب والست هتعود جوزها على ايه؟ حاجات كتير يا حبيبتي. يعني مثلا الكلمه في البيت لازم تبقى كلمتك. هم عليهم الشغل وبس، واحنا علينا الاداره الداخليه والعلاقات العامه. حلوه قوي حكايه الاداره الداخليه والعلاقات العامه دي. وكمان مصروف البيت لازم يبقى في ايدك، تصرفي اللي تصرفيه وتتكني اللي تتكنيه. بس متهيألي ما يصحش الواحدة تعامل جوزها بالشكل ده. ده يصح ونص يا حبيبتي، هو حد ضامن الزمن اليومين دول؟ ألعاب الرجالة بقت كتير قوي. خلي بالك كده، في نوع من الرجالة لما القرش يجري في ايدهم ينقلبوا ويفتروا. قالوا على رأي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربات. ماما دايما كانت تقول كده. مامتك دي باين عليها لذيذة قوي. العقول مع الطلاق يعني حاجة. ابدا، انا يا دوب كنت حبك عشان الغدا. يا اختي سيبك سيبك سيبك، الوقت قدامنا طويل، انا احنا قاعدين نستمر مع بعض. على رايي طول عمرنا بنطبخ للرجاله، خدنا منهم ايه؟ بس تفكير قوي يا معلم. المعلم على كل عيش كان بيسلط مراته على مرات اخويا. قولي بقى ده ما تتعبش. سلموا عليه وريح روحه يعني. الله 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 الله. يا استاذ انت معانا ولا معاهم؟ ايوه يا ابراهيم. الجلسه الجلسه معانا. ساعات بيجي القاضي يأجل الجلسه لغايه بكره، يظهر خد بالك بورقه. طب ابعد عني احسن تعليمي. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حاسسيه دايما من وقت للتاني ان ده دي حاجتك، ده دي غزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. جبت الحاجات دي كلها منين يا ست عنياك؟ ده انت ممكن تعملي كتاب عن السعاده الزوجيه. هو انت لسه سمعتي حاجه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. عنياك حين مجارتنا. اهلا وسهلا. الف مبروك يا عريس. سلامتك يا حبيبي. انت عيان ولا ايه؟ شويه. ادخل استريح. تعالي تعالي هنا، ما تلبقيش عليه قوي كده يا اختي، احسن بعدين يسوق فيها وما تعرفيش تاخدي منه لا حق ولا باطل بعد كده. بس ده عيان بجد. وماله يا حبيبتي؟ الست مننا لازم تداري على عواطفها شويه، احسن. يا لهوي يا لهوي على الرجاله لما يعرفوا ان احنا سواهم واقعين. معقول بره؟ طب امشي انا بقى احسن من تعبير. مع السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك. حقد الصاحب على الجيران وجيران الجيران. استاذ عبد السلام بالليل والست عناب بتاعتك دي بالنهار. على فكره الاستاذ عبد السلام عازمنا على العشاء الليله دي، ما تنساش. انت مش بتقولي مامتك معزومه النهارده عندنا على العشاء؟ ما هي مامتي كمان معزومه معانا عند الاستاذ عبد السلام. هو هيعرفها منين بس عشان يعزمها على العشاء؟ وبعدين يا حبيبي انت عيان وعندك برد ما تتكلمش. بصراحه بقى انا راجل البيت ولازم اقول رايي. وانا مسؤوله عن الاداره الداخليه في البيت والعلاقات العامه، وبما ان عبد السلام افندي جارنا يبقى تابع للاداره الداخليه والعلاقات العامه. انت بتقولي ايه؟ انت متجوزه عريس قطاع عام؟ يعني يرضيك اطلع عيله في كلامي قدام الراجل؟ نهايته من هنا لغايه بالليل ربنا يحلها. بتبصي لي كده ليه؟ ايه في ايه؟ اصلك بقالك مده ما عطستش. والله انا حر بقى اعطس وقت ما انا عايز. تلاقيك بتتمرد عشان تعرف عواطفي. انا فاهمه العيب الرجاله كويس. انت جبت الكلام ده من ايه؟ دي ثقافه عامه، ولا انت فاهم بس ان المحاميين هم اللي مخهم كبير؟ بقول لك ايه؟ احسن حاجه تحضري لي الغدا، احسن هموت من الجوع. احمد حبيبي انا متاسفه قوي، ما لحقتش اطبخ. ايه؟ ما لحقتش اطبخ. ما لحقتيش تطبخي؟ الست عنايات جارتنا اللي شفتها جتني من الصبح، وقبل منها الناس اللي جابوا العفش، عشان كده ما قدرتش اعمل حاجه. مش انا قايل لك ان انا لازم انام بعد ما اتغدى، وبعد كده بعد ما اتغدى اروح المكتب انام ساعتين، لازم انام ساعتين، وبعد ما انام ساعتين اجي من المكتب ادرس القضايا واشرب اللبن وانام في هدوء. مش احنا متفقين على كده؟ معلش
انزل هات اي حاجه جاهزه وتكون خفيفه. انزل انزل السلالم دي كلها. هو انا لو نزلت هيبقى ليا نفسي اكل خفيف ولا ايه؟ فين ايام ما كنت ساكن معاك يا الله؟ قصدك ايه بقى من الكلام ده بقى؟ 100 مره قلت لك ما تخرجيش من غير اذن. انا كنت جوه البيت مش بره. مش عايز كلام. امرك. اروح تخدمك الغدا. تعالي هنا. فاضل كم جنيه اللي سبتهولك الصبح؟ 15 قرش. وفاضل 10 سايب مصروف امبارح. ايوه يبقوا ربع جنيه اهو. خدي عليه ربع جنيه كمان وده مصروف بكره، فاهمه؟ هو النص جنيه ده هيكفي؟ اتصرفي ماليش دعوه. امرك. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، هتفي دايما من وقت للتاني ان ده بيحكتك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبك تحت رجليك. تصور يا حبيبي العمال اللي جابوا العفش النهارده كان معاهم مهندس ديكور بيقولوا ان بيكسب كتير قوي، يمكن 500 جنيه في الشهر. ربنا سهل لعبيده، هتقعدي تقري على العالم. ومن ساعه ما شافني تصور قعد يبص لي ويقول لي يا بخت احمد بيه، يا حظ احمد بيه، ما عندكيش اختي يا نوال هانم اتجوزها واديها مالي وعمري كله. وازاي تسيب راجل غريب يخطط معاكي بالطريقه دي؟ اعمل ايه اذا كنت حلوه والناس معجبه بيا؟ ثم ان الراجل ما قالش غير كلام ظريف. المفروض انا بس اللي اقول لك الكلام ده يا ست هانم. طب ما هو انت يا حبيبي بقالك يومين من ساعه ما سكننا في الشقه دي ما بتقولش حاجه. الشقه دي مخليه فيها نفس عشان اقول اللي مدلل ده. دي ولاعه يا حبيبي. رد كده ليه كده؟ زي بطلة فيلم قتلت زوجي. قتلت زوجي؟ اه. يطلع ايه قتلت زوجي ده؟ مش فاكر، ده الفيلم الاجنبي اللي شفناه مع بعض واحنا مخطوبين. كمان هنقلد بتوع السينما؟ اكيد ماما. افرد دول ودول ولا تبينش ده على الوعك، ان انا من فضلك. طيب. يا ماما تعالي. على ما مش عارف تنام ده ابدا. اتفضلي تريحي. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ هي كانت بتلعب ماتش بوكس؟ السلالم بتاعتك انيل من 60 بوكس، صح يا حماتي؟ ايوه. اسمعي يا بنتي، انا مش هقدر اجيبكوا هنا تاني ابدا، انا مش بايعه عمري. بعد الشر عليك يا ماما. ويعني انا اللي بايعه؟ الله، ما في كده ليه؟ احنا مش هنتعشى هنا. لا احنا هنتعشى بره. ولا ما احنا هنتعشى بره، مش كنت استناكوا تحت؟ لازمته هي اطلع لكم لحد فوق. لا ما هو بره يا حماتي بتاع نوال هانم لازم تطلعي له فوق الاول اللي هو هنا، بعد ما تطلعي هنا اللي هو فوق الاول لازم تطلعي فوق تاني. بعد ما تطلعي فوق تاني يا حماتي هتلاقي فوق سور، تمشي من على السور زي بتوع السيرك، وبعد كده تنزلي. بعد ما تنزلي اذا كتبت لك ولنا النجاه نروح كلنا نطين فوق. الله، مالك يا احمد؟ انت عيان؟ ولا عيان ولا حاجه، حضرتك بتساليني وانا بوصف. اصل انا معزومين كلنا عند الاستاذ عبد السلام. عبد السلام مين يا احمد؟ اساليها هي يا حماتي، لان ده موضوع يتبع الاداره الداخليه والعلاقات العامه. انا هنا مسؤول عن وزاره الماليه، وطبعا ما يصحش الوزارات تتداخل في امر بعضيها. انتوا مالكوا يا اولاد؟ تتكلموا بالالغاز كده ليه؟ يلا بينا نبتدي الرحله وبعدين هتعرفي كل حاجه. سترك سترك من الفضائح، سترك. يلا بينا. راح فين يا حماتي؟ هنخرج؟ ايوه ما احنا هنخرج، بس مش هنخرج من هنا. امال من ايه؟ هنخرج من هنا. من هنا؟ لا انا مش فاهمه حاجه ابدا. يلا يلا بس يا معلم، هتعملوا ايه بس؟ فهموني اعملوا معروف. وطي صوتك يا ماما. وطي صوتي ليه واحنا بنسرق؟ اصل احنا مش عايزين حد يعرف ان هو فوق. تحت فوق تحت يعني. الله، هو مين بس اللي فوق وتحت ده؟ عبد السلام انت مجهول. مش معقول، انا مش ممكن هطلع ده ابدا.
من الهاتف الداعي؟ احنا يا استاذ عبد السلام. اهلا 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 يا الف اهلا ومليون سهلا بعرايسنا الحلوين. اهلا اهلا بيك. ما شاء الله ما شاء الله. احمد جوزي. منور يا احمد بيه. سعودية هانم ماما. مش ممكن. صدقيني بشرفي لولا ثقتي في كلامك لقلت انها اختك، ولولا خايف انك تزعلي لقلت انها اختك الصغيره كمان. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. يا هانم لا شكر على كلمه الحق، وصدقيني لولا خجلي وكسوفي لقلت اضعاف اللي قلته. يا منافق يا ابن ال. تفضل. القصر نور والله. سيبيه لو سمحت. القصر ما هو مش مهم انك تكون عايش في بدروم او في عشه او فوق سطوح، المهم انك تكون راضي وسعيد بحياتك، وانا شخصيا بعتبر البدروم ده قصر. راي حضرتك في فلسفه كلها قناعه ورضا مش موجوده عند ناس كتير. دول مش عايزين تلقيح لو سمحت. ايه الطنوحه دي كلها؟ الله، دي عليها توقيعك يا استاذ عبد السلام. اللوحه دي يا فندم اسمها انهم ياكلون البنجر على السلالم. اصل انا فنان متواضع. برافو، تعرف اول ما شفتك قلبي كان حاسس انك فنان عظيم مش انسان عادي. ارجوك يا نوال هانم احسن بحس بالخجل من اي سناء او اطراء. حتى شوفي لون جلدي اتغير ازاي. يا عم تلاقيه متغير من الروماتيزم اللي في البدرون. ظريف قوي يا احمد بيه. انما ايه رايك في لوحاتي؟ هو الحقيقه استاذ عبد السلام يعني فيها تقلي فيها حاجه. دي بقى يا استاذ عبد السلام حضرتك راسمها بالقشه ولا فرشه بلاط وخدت معجون؟ احمد ايه ده؟ مش هقول رايي بصراحه ولا اكدب واخش النار يعني. ده اسم حديثي حبيبي، كل واحد يبص له ويتخيل معناه. وايه راي معاليكي؟ في الحقيقه يا استاذ عبد السلام انا ملياش في الرسم، انما يعني واضح انها كلها حاجات جميله. حلوه دي. حلوه الولاعه دي قوي. اسمحي لي اولع. ولع. لو سمحت بقى يا استاذ عبد السلام اللوحه دي عشان دي قلقاني من اول ما دخلت الحقيقه. دي سيادتك كنت بترسم ايه بالظبط؟ مقلب زباله؟ لا يا استاذ احمد، دي صوره الانسان المعاصر وصراعه مع الايام. عايز اقول فيها ان الزمن لا يمكن يؤثر على شباب الانسان اذا كان عنده اراده. يا سلام. يا سلام. طب ده معقول؟ يعني هجيب واحد عنده 50 سنه زي واحد عنده 30 سنه؟ ممكن جدا. المهم انه يعرف ازاي يعيش عمره. انا مثلا ضارب الدنيا 90 برطوسة، بس أهم حاجة عندي إن أنام بالليل مرتاح، وأي مشكلة تقابلني بريك أرميها ورا قفاي. ورا قفاي. ده على كده بقى قفا حضرتك مليان بلاوي. تعرف اللي سيادتك قلته ده ينفع موضوع للوحة عظيمة جميلة؟ الله، راجل واقف وورا قفاه بلاوي الزمن. عارفه يا هانم بطل اللوحه ده هيبقى مين؟ الراجل اللي واقف طبعا. البطل الحقيقي للوحه هو القفا. ده احنا ليلتنا فلالي. هنزكوا راجع على طول. هو راح فين؟ تلاقيه راح يدور على قفا عشان يرسمه. مش كده يا حبيبي، خف على الراجل شويه. انا قلت حاجه؟ يعني نوال بتقصد ان حكايه القفا دي ما كانش يصح انها تتقال. لو انا جبت حاجه من عندي مش هو اللي دخل موضوع القفا من عنده. اتفضلوا. ايه ده؟ خمره؟ لا، خمره ايه؟ ده مشروب ياباني انا بعمله بنفسي وسميته سوزوكي. يا عم لا سوزوكي ولا داسو، احنا ما بنشربش خمره. ده مجرد مشروب منعش
بقول لك ايه؟ عايز تجيب لنا حاجة ساعة هات، مش عايز يا عم متشكلين. هدوء أنا الياباني ده. ايه ده؟ هتشربي سوزوكي؟ وفيها ايه يا حبيبي؟ الواحد لازم يجرب كل حاجة. الله، ده لذيذ قوي يا حمادة. جرب كده. أنا لا 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 يكفي كده اهو. ايه رايك يا حبيبي؟ لذيذ مش كده؟ ايه ده؟ ايه ده يا استاذ عبد السلام؟ ورنيش في الاول بس كده، انما بعدين تبقى اتفضل يا هان. لا خليني انا الكزوزة. الكزوزة والعشا هناخدهم في احسن مطعم في البلد. انا حجزت فيه لنادي لاحلى عروسة والاجمل والارق حما في مصر كلها. مطعم ده ايه؟ هو احنا مش هنتعشى هنا في القصر ده ولا ايه؟ وده معقول برضه. يعني لسه هنطلع السلالم دي تاني وبعد كده ننزل؟ وبعدين معاك يا حبيبي، خليك رياضي النار. اسمحي يا هاني تجبري بخاطري وتاخدي شفطه واحده من السوزوكي بتاعي. انا قلت لحضرتك خليني للكازوزه. شفطه واحده يا هانم هتخليكي ما تحسيش بالسلالم لا في الطالع ولا في النازل. ان كان كده اخد شفطتين ثلاثه. لا في سلام ايه، وحشتنا قوي قوي. ان شاء الله بتشوفك. انا عبد السلام بيت ربيت حضرتك هي. ميرسي مدام. اتفضل. نص عمري قضيته هنا، اما النص الثاني بقى فقضيته هنا. ممكن اولع لو سمحت. هو مش حضرتك متجوز برضه ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ فاهمني يعني. كنت متجوز وتوفت من 15 سنة ورفضت كل الستات اللي تقدموا لي اللي جم يخطبوني، ومن يوميها وانا عايش على ذكرى ايامها الحلوة الجميلة. ونعم الوفاء يا استاذ عبد السلام. مرسي يا هاني. ماما كمان ما رضيتش تتجوز من يوم ما بابا توفى وانا صغيرة، وعاشت علشان العمر ده كله. ونعم الوفاء يا هاني. ميرسي. بس انا مش موافقه على كده، خصوصا بعد ما اتجوزت وهي فضلت لوحدها. وبعدين معاكي يا نوال مش وقت. الاستاذ عبد السلام ما بقاش غريب علينا. غريب؟ غريب ده ايه؟ انا بقيت من العيله خلاص. هو انت بقيت من العيله وبس؟ انت بقيت العيله كلها. ممكن اولع؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت كل شويه هتقعد تولع لي سجاره وتطفيها؟ هي كان السبيل؟ بصراحه بقى دي حركه مش هي. اصل في واحد صاحبي في وزاره الصحه قال لي يا عبد السلام يا اخويا الوزاره تحذرك من اضرار التدخين. لاني من وقتها اولع السيجاره ولا شدش. شد ما تشدش، دي صحتك وانت حر فيها. انما تجيب لك علبه كبريت تحطها فيها. كبريت ايه يا احمد بيه؟ الجار من الجار. أولع. الله الله على الميوزك. انتوا مش ناويين ترقصوا ولا ايه؟ لا احنا بنرقص واحنا قاعدين. اسمحي لي بالرقص. انا متاسف يا استاذ عبد السلام، انا ما بعرفش ارقص. ارقص انا. هلا هلا بينا. أبا. We'll be right back.
لا 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 هيتاكل كده على طول كراها. اهي دي بقى مزيكا هاديه. بس انا اصلي ماليش في ال ارجوكي اجبري بخاطر راجل وحيد زي حالاتي، خليني احس اني لسه عايش. بس يعني قومي بقى يا ماما. المره الجايه هتقعدي معايا انا بقى. شايف حلوين ازاي؟ مش معقولة، أنا حاسس إن بين إيديا غزال حلو جميل، بيت مخضر على أرض خضرة لونها بلون الجنة. أرجوك يا أستاذ عبد السلام، أحسن أنا ما سمحتش الكلام ده من أيام المرحوم جوزي. وأنا وحياتك يا هانم وحياتك من أيام المرحومة مراتي ما قلتوش. أكيد مراتك كانت سعيدة معاك لأنك إنسان لطيف. وأكيد المرحوم جوزي كان سعيد معاكي لأنك ست عظيمة. هما نازلين دش مع بعض بيقولوا إيه؟ إيه رأيك؟ نقوم نرقص وندش زيهم. معرفش، ما تعودش على الرقص من صغري. يا خسارة، وأنا اللي كنت فاكرة بعد الجواز هرقص وأتنطط وأخرج زي ما أنا عايزة في حما جوزي. الحق أمك يا نوال. إيه في إيه؟ السوزوكي اشتغل. يا نهار اسود، الراجل جنن البيت وامها. يا اخوانا اللي بتعملوه ده غلط. يا راجل فرفش واضحك، هات ايدك وتعالى ارقص معانا. هات، انا محامي محترم واعرف القانون، اللي بتعملوه ده مخالف للانضباط. يا سيد يا محترم، دي حديقه عامه. والحديقه العامه معموله عشان الناس تتبسط. انت كمان يا حماتي عمت على عماهم. مش قادر افهم انت مكشر ومبوز ليه؟ اضحك للدنيا خلي الدنيا تضحك لك. امال انت متجوز ليه يا اخي؟ انا شخصيا متجوز علشان استقر في حياتي واخلف لي عيلين يا سيدي ينفعوني لما اكبر. وانا شخصيا متجوزه عشان ارقص واغني وافرح، مش عشان اشيل هم. فرحانه قوي بالبتاعه اللي انت لابسها. ايه لا ولاعه اللي انت لابسها دي؟ وما قلتليش لا قبل الجواز انك انت بتلبسي ولاعات. وبعدين معاكوا يا ولاد، هو ده وقته؟ غني يا استاذ عبد السلام غني. وانا كنت بغني بقول ايه؟ ليله جميله يا محلاها فاتت وعمري ما حنساها. خليها تفوت ولا يهمك، انا حاسس ان كل ليالينا هتبقى سعيده بالشكل ده. ليله جميله يا محلاها. يا عم بطل غنى وخلينا نروح الست ونروح احنا كمان، اتنا برادت. تاكسي هناك اهو. يلا بينا تاكسي. استاذ احمد نصيحه مني. يا عم اطلع من نفوخي بقى. اطلع من نفوخك ازاي؟ وانا ايه اللي دخلني نفوخك عشان اطلع منه؟ لا انا اسف، انا قصدي يعني اطلع من البتاع دي عشان بيقفلوا البتاع بعد الساعه ما بكون بعد البتاع على طول. لك حق، الوقت متاخر، ناجل الكلام اللي بعدين.
أنا مش قادر أفهم أنت متضايق ليه؟ أنا مش متضايق. وما تعبان وبتنهج ليه؟ بنهج. هي السلالم دي شوية. سلالم؟ أمال عبد السلام أفندي ما بينهكش ليه؟ عبد السلام أفندي متربي على السمن البلدي. أيام ما كان الراتب يبقى شساخ وال 500 بيضة ببلاش. العمارة كانت بستة جنيه. أنا بقى متربي على السمن الهولندي والنباتي. أنا لو كنت أعرف إن أنا هتجوز أسكن في شقة زي دي، كنت وصيت أمي تهتم بيا من صغري. لكن أعمل إيه؟ القدر عايز كده بقى. معلش يا حبيبي، بكرة أجيب لك شوية فيتامينات. مش عايز زفت. أمال عايز إيه؟ أنا. طب يلا ننام. الواحد ينام في حاله، واضح؟ ايوه، اعمل لي فيها عيان بقى. في ده وده ودول كمان. انهي واحد فيهم كويس؟ كلهم كويسين. خلاص هاتهم كلهم. حضرتك ساكنه هنا؟ ايوه برضه ساكنه هنا. غريبه، ما شفتيش قبل كده. اصلنا سكان جداد، يا دوب بقالنا كام يوم واخدين الشقه اللي فوق خالص. يا الله يكون في عونك. بيقولوا صاحب البيت هيشغل الاسانسير قريب. بقاله سنين بيقول الكلام ده. والسكان ما بيشتكوش؟ كل واحد مشغول وبيتكل على التاني. هي دي مشكلتنا، لكن انا جوزي محامي، هخليه يرفع قضيه. صحيح محامي؟ محامي قد الدنيا، كل المحاكم بتعمل له حساب. يمكن احتاجه قريب في قضيه. تحت امرك في اي وقت وبدون اتعاب. ميرسي. وده معقول؟ طبعا، احنا جيران والجار للجار. طب اتفضلي خدي معايا في الجنشة. معلش خليها وقت تاني. على الاقل تستريحي من ستة المولى عشان ما تحبيش تختلطي بجيرانك. وده معقولة؟ حد برضه يستغنى عن جيرانه؟ الله، ده انتي. مظبوط. هو حضرتك بترقصي؟ مش شغلتي. الله، الرقص فني جميل، بس في ناس كتير بتظلمه بتصرفاتها. ما دام انت مقتنعه انك صح وماشيه صح ولا يهمك. اتفضلي. وبتشتغلي فين؟ في الهيلتون. تعرفي ان جسمك حلو ينفع في الرقص؟ انا؟ مش معقول، ده انا معرفش اعمل ولا حركه من اللي انتوا بتعملوها. يا ستي كله بالتمرين. بتتكلمي جد؟ يوم ما تنوي خليها عليا انا، اشغلك ومرنك في اسبوع. صباح الخير. صباح النور. انا جارتك ساكنه هنا في العماره. اهلا وسهلا. انا مكسوفه من حضرتك جدا، وخصوصا دي اول مره نتعرف على بعض فيها. لا ابدا، دي فرصه سعيده قوي. اصل البوتاجاز بتاعي خلص، وكلمت المخزن 100 مره قالوا ما عندناش انابيب. ولطفي جوزي عامل عزومه لناس اصحابه، قلت اجي اطبخ على البوتاجاز بتاعك هنا. اهلا وسهلا، براحتك. السام يا ريت. عندي هيد من النبي يا ستي. طب انزلي جاري هات السام. هو انا فيا حل السلم يا ستي. الاقي عند حضرتك معلقه سمنه؟ جبت البصل والثوم يا بنت؟ نسيت والنبي يا ستي. طب انزلي جاريه هات البصل والثوم. انا تعبت قوي بقى يا ستي. اخ منك. بقول لحضرتك ايه؟ ايوه. بلاقيش عندك شويه بصل وثوم؟ حاضر. يا دي الكسوف، كده من اول مره اخد من حضرتك البصل والثوم. بسيط، ما حصلش حاجه. وانا متجامله وزي السكر. جبت يا بنت اللحمه؟ يا دي حوزه،
ترى نسيت اقول لك ان ثلاجتنا فاضيه والنهارده الاثنين مفيش لحمه. انا عندي هنا كيلو ونص تحت امرك. يا ذي الكسوف، كده اول مره واخد منك اللحمه، لكن وحياتك اول ما يفتح الجزار ده انا ارضعهم لك. انا حتى ما بحبش السلف، ما بحبوش، ما بطيقوش، ما بستلطفوش. ده واخده يا استاذ. لا معلش، جت سليمه مغلبني والناس. هو حضرتك عايز شقه هنا فين؟ انا مش عايز شقه، انا ساكن في الدور الاحداني. اه الانفتوح. بالظبط. اهلا وسهلا، منور. شكرا. يبقى تحت يبارك منهم شويه لانهم الظاهر عليهم تشكيل. ايه يا واد انت وهو؟ سيب الموز، سيب الموز، انت بتاكل موز بقشره؟ سيب الموز. طب ادوني موزتين، واحده ليا واحده لمراتي. موزتين؟ طب موزه واحده فرقع مراتي. هات موزه. ايه يا واد انت موزه؟ ايه ده؟ موزه؟ ده وضع بطنكم. يلا انا مش شايف نفسهم فيه. تعالي هنا، تعالي هنا، شغل فوضى ده ما يتعملش هنا، انت فاهمة؟ ما دام قعدت على فيه لازم يطلع زي الفل. ما لفت لفت دماغك. انت تغبيها بالدماغ. بالدماغ. مالك يا حبيبي؟ مش مهم مالي. المهم الحقيني بالاكل، واقع من الجوع. حبيبي اتصور، ما لحقتش اطبخ. ايه؟ عينيا جارتك طلعت لك تاني؟ مش هي يا حبيبي، دول جيران تانيين، بوتاجازهم خلص اما جم طبخوا على بوتاجازنا. يعني هم ياكلوا واموت انا من الجوع. اتحركت، ما بقتش عارفه اقول ايه. ازاي تعملي حاجه زي كده يا نوال؟ كل الناس بتتزنق يا حبيبي. يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ معلش نقضيها باي حاجه، واد احنا معدومين على العشاء بالليل. عبد السلام تاني؟ لا ديدي. ديدي مين؟ ديدي الرقاصه جارتنا في العماره، ست لطيفه قوي. رقاصه؟ ودي عرفتها امتى؟ النهارده عزمتنا على سهره وعشوه بالليل في النايت كلاب اللي بتشتغل فيه. رحمات رحمك من هذا العذاب، عقل مراتي فرقع وداب. كل يوم معزومين على حساب حد من الجيران. وانت زعلان ليه بس؟ ربنا يخلي جيراننا. اولا مش من طبيعتي ان انا اقبل عزومه حد ما اعرفوش. ثانيا لو افترضوا قبلت عزومه حد لازم احنا كمان نعزم؟ ولا العمليه تبقى سفلاقه يعني؟ خلاص نعزم اللي يعزمنا ولا تزعلش. يا حبيبتي انا محامي على قد، يعني اللي جاي مش مكفي الاكل والشرب والايجار، يبقى هنعمل عزيمه منين؟ خلاص اتفرج دلوقتي ونكمل بعدين. خليك فاكر احنا وقفنا عند نعمل عزايم منين، ها؟
فيهاش دم. واحد من دول لما يقع في قضيه يفضل يخصص افعال المحامي اللي بتاع حالات لحد ما ينشف فيه ويجي هنا يعمل ابو علي. لكن ان شاء الله هيشوف الفلوس دي في نار جهنم ما هيلاقوا حد يترافع عنه مهما دفع. المهم ان دي بتروح اخر الليل ومليانه فلوس. هي كمان هتشوي في نار جهنم زي الكباب اللي اكلوه لنا عبد السلام. وهيسقسقوها في سوزوك بيشربوها. بتضحك على ايه؟ اصل يا حبيبي تخيلتها في جهنم وهما بيقدموها في السيخ والنار طالعه منها. جوزك لسه داخله على قد ما تشتغلي وتساعديه. قلت له قال لي بعدين نفكر. باين عليه مش راضي يظهر ان مركز على الخالق وتربيه الاولاد. ايه الكلام ده لما يكون هو مقتدي؟ لكن ما دام على قد حاله يبقى لازم تشتغل اقل ما فيها تشتري لنفسك اي حاجه تعوزيها. انت دلوقتي مش حاسه لكن بعدين نفسك هتروح لفستان حلو، شنطه شيك، جزمه موضه. هتجيبيهم منين بقى وهو على قد حاله؟ ايوه احمد ايه؟ نسخت اوراق القضيه كلها ساعات ايه؟ ايوه قبل جديده؟ احمد ايه؟ ساعات ايه؟ ايوه والله انت رحت بعيد ده ساعات ايه؟ بس انا عارف في قضيه جديده شغلاك ساعات ايه؟ قضيه انا ومراتي يا ابراهيم يا فندم. انت ومراتي ساعتك؟ ده انتوا لسه بتعصيهم كده. الست مش عايزه تذكر لا مع والدتي ولا مع والدتها. قال ايه الاستقلال التام او الطلاق الصغير. ولا تزعل نفسك يا سعاده البيت. انتوا مش بتقولوا انكم اجرتوا شقه مفروشه يا سعاده البيت؟ دي شارع يا فندم مش شقه. تصور تبقى انت نايم انت ومراتك في نص الليل
تلاقي اللي معدي عليك يقول لك العرايس ناموا ولا لسه؟ ده مين اللي عندي في الشقه ده يا سعاده البيت؟ عبد السلام. ده مسخره. مين عبد السلام ده؟ عمرك شربت سوزوكي؟ نعم سوزوكي. لا ما انا ركبته حتى يا سعاده البيت. ولا دور السادس شقه 19. مالي الرخبه شقه 19. هز يا وز. كده دولارات كده استرليني. بقت صاحبتنا قوي بقى. شوف المصيبه. هي مين دي يا فندم؟ ولا بتوع الدور الخامس؟ مخلفين دسة عيال وكلهم بياكلوا الموز بقشره. الموز بيتاكل بقشره يا فندم؟ كلكم والست اللي بتفضح شغلتها بنصيه قوم تاني. يا ساتر، ايه الكلام ده يا سعاده؟ انا يا سيد مراتي ضرب الصحوبيه مع نص سكان العماره في اول يوم، وكملت على العماره كلها في اسبوع. يا سعاده بيه يعني ما تكبرش الموضوع قوي، الستات كلها غاويه الاختلاط ود 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 الاختصار عباد يا فندم. الناس الايام دي كلها بلاوي، كله بيغير من بعض وبيحكوا على بعض. السلام عليكم. مع السلامه يا سعاده. هنروح بعيد ليه؟ 90% من الارض اللي في المحاكم اساسها المعارك والجيران والصحوبيه. عندك حق يا سعاده. بشرفي بشرفي اخوك النهارده لو قال لك صباح الخير لازم يكون وراها حاجه. فعلا فعلا يا سعاده. فعلا. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. مالك يا ابراهيم؟ النهارده اخويا قال لي صباح الخير. شفت بقى؟ روح البيت هتلاقي كارثه، هتلاقي عفش بيتك بيتباع. النمرية الجديدة. نوال نوال مأمنين عليهم. ما تجيبيش سيرتهم خالص، دول ياخدوا بالهم من الجن الأزرق. طيب. الله، قعدة الأرض حلوة. فاكر يا أحمد لما نمنع الأرض أول ليلة؟ بقول لك إيه؟ إيه؟ وما حضرنا الغداء من السكات. أدي عيبي. قصدك إيه؟ أصل ما عرفتش أطبخ من دوشة العيال. أنت في حد مسلطك عليا؟ مين؟ أنا يا أحمد. أنت مين؟ حماتك. في عيال واقفين جنبك يا حماتي؟ لا أبداً، مفيش حد خالص. إيه ده؟ إيه ده يا ولاد؟ حصل إيه؟ كان في عندنا مظاهرات. مظاهرات؟ مظاهرات إيه؟ أنا عارف، اسألي بنتك، هي اللي مسؤولة عن العلاقات العامة والإدارة الداخلية. انت جبت البتاعة دي منين؟ مش دي بتاعت ال فوزية يا هاني كان سهل. أنا الآخر بقول الدنيا منورة كده ليه؟ ميرسي يا أستاذ عبد السلام ده بوجودك. والله يا فوزية هانم، والله شيء إلهي وشوشني في قلبي وقال لي فط نط اطلع فوق، أتاريكي هنا وأنا مش عارف. في الحقيقة أنا كنت راح أزور أختي لأنها لسه تعبانة شوية، لقيت برضو شيء إلهي قال لي فط نطي اطلعي فوق، أتاريك هنا وأنا مش عارف. الله أكبر الله أكبر. فوزية هانم، إحنا أكيد فينا شيء كده. طيب استأذن انا بقى. ليه مو بس؟ معلش عشان عندي مشاوير كتير الحق اعملها. فوزية هانم. نعم. اخواتي واولاد اخواتي واولاد اولاد اخواتي والعيلة كلها جاية من البلد بعد كام يوم، فاذا سمحتي لي ابقى اعرفهم بسيادتك. قوي قوي يا استاذ عبد السلام، ده شرف لي. اتصوري حضرتك ان انا اليومين اللي فاتوا كنت تعبان. ليه؟ تعبان جدا. ده مش عليك. مش عارف انام.
ربنا يخليك ربنا يخليك. اتفضلي بقى. اتفضل. الحقيقه انا كنت في الحاله. انا مش عايز الراجل ده يجي هنا تاني. ليه بقى؟ هي كلمه واحده. ده راجل ورعبان. انا مش مستريح. ليه بس يا حماده؟ حماده ايه ونيله ايه؟ ما انتش شايفه الست ودنك بقت عامله ازاي؟ خلت تصرفاتها بقت ازاي؟ بتلبس ولاعه في صدرها دلوقتي. ارجوك ما تعبش في ماما. كفايه انها اتحرمت من كل شيء وهي في عز شبابها واستحملت عشان تربيني. واظن دلوقتي من حقها انها تعيش وتتجوز بدل ما يعاش لوحدها من يوم ما سبتها. لا انا ما قلتش لا، بس تتجوز راجل محترم. وهو الاستاذ عبد السلام ماله بس؟ ده حتى كل شيء فيه ممتاز. انا عايز اعرف بقى ايه الشيء الممتاز عبد السلام افندي بتاعكم ده؟ راجل كل حيويه ونشاط، دايما مرح وسعيد، واخد الحياه ببساطه، ما عندوش عقد. اللي في نفسه بيعمله، اللي على باله بيقوله، اللي في جيبه بيصرفه. بقول لك ايه؟ روحوا ايه لوالدتك؟ احمد بيقول لك بكره تندم يا جميل. بعدين يا استاذ، كل الشهود بيشهدوا على اخويا، وانا مش مستريح للقضيه. طمن يا معلم، انا متاكد دلوقتي ان اخوك كان على حق في اللي عمله مع جيرانه. انا هدافع عنه باستماته. بكره هشوف مرافعتي، هشوفها في المحكمه، هتسلسلها، هتجيب عليها وصيه. ربنا يديك الصحه وفصحت لساني يا استاذ. بس انت بقى بكره تخليك جدع وتحضر لنا مؤخر الاتعاب، لاني هكسبها يعني هكسبها. خلاص وانا جاهز. سلام عليكم. بقول ايه يا سعاده البيت؟ انا بقالي شهرين ونص ما قبضتش. ترى يا ابراهيم، انت مش شايفني انا بقول للراجل يحضر لنا مؤخر الالعاب بكره؟ ايوه يا سعاده البيت سمعت. خلاص اول ما هيقبضني هقبضك ست اشهر لقدام. اديني صابر يا بيه. يا خاين يا غسان، ده كنت لازم تعملي عقد. انا رميتك عقد. بس خد ده عقد ده. شوف الموضوع ده ايه وعلقه اوام. انا مستنيك وقت ما اعتبر وتعلق يا سعد. اديني الحاله يا رب العيال بعيد عني. يا ناس مش كده بقى، كله بالقانون. امال القانون اتعمل ليه بس؟ طب يكون بعلمك. اسكت انت. اسكت اروح فين؟ ما تنطقش كده يا استاذ. اسكت بقول لك. اسكت كده. انت دلوقتي في حمايه القانون يا ست. يسلم بقك يا اخويا. الله يخليك ويطول عمرك. انت لسه سمعت حاجه؟ اتفضلي. ده انا هجرجرهولك على المحاكم. يلا يا اخويا طول بالك. وليه تعينا كمان؟ طيب يا فندم خير؟ عيب يا استاذ، ده قضيه سبعة، قضيه نفقه او طلاق مع بعض. والست هتيجي المكتب بالليل عشان تتفق وتدفع الاتعاب. طب ما كنتش تقدر تاخد منها حاجه دلوقتي؟ تيجي يا استاذ مركزي. اصل انت عارف الحاله ناشفه قوي قوي اليومين دول. يا سلام يا سعاده بيه. على فكره يا سعاده بيه، مفيش كسوف ولا حاجه. احمد بيه انه معايا 2 جنيه، سعادتك تاخد جنيه وانا جنيه. ماشي يا ابراهيم يا فندم. بقول لي يا اخي، خليك انت نص وانا جنون نص عشان بعول اطفال الابرياء. طيب بس يبقى خليك فاكر يا ابراهيم يا فندم. ايه في مفاجأة حلوة؟ أمي جت؟ بقول لك حلوة. قصدك إيه يعني؟ بهزر يا أخي. تعالي. بص وقول لي رأيك إيه؟ لا يا حبيبي، انا اشتريته امبارح وركبته النهارده. شفت بقى مراتك شاطره ازاي؟ جبت الفلوس منين؟ مش انت كنت سايب لي فلوس؟ الفلوس اللي انا سايبها للاكل والشرب مش للورق. انت كده كل يوم لازم تعاكن عليا. انت اللي مش حاسه بيا خالص. بكره تفرج ولا يهمك. وبعدين انت لازم تكون متفائل، المستقبل كله شغل المحامين. مستقبل المحامين؟ بس اللي الاثنين غير الوكيل بتاعي وتقول لي مستقبل المحامين. ايه ده يا حبيبي؟ بدأ خفيف. بس انا عامله لك اكل يجنن. بجد؟
بجد. ظفر يعني؟ كله ظفر. مستنيه ايه يلا؟ أول مرة أحس إن أنا متجوز. الله، إيه الحلاوة دي؟ إحنا أسرة محترمة بقى. شايف؟ مش كده؟ يا خبر أبيض، واحد بقى مضحك، مش كافي. تعرف فين؟ أشوف الباب. لا الخط مش على الباب، الخط من فوق. اتفضل يا أستاذ عبد السلام. ما شاء الله ما شاء الله، اخضر يانا اخضر يانا. لا مؤاخذه يا جماعه، والله ما انت قايم يا استاذ. اتفضل معانا الغداء. اتغديت كافيار وسمك مدخن واتنين سوزوكي. سمك مدخن؟ انت مش متعود تطلع بالليل، ايه اللي مطلعك النهار؟ رسمت يا سيدي لوحه من اكبر لوحاتي ورايح ابيعها. اسمها ايه دي؟ عندما تأتي الخيول من المزرعة ظهرا في بؤونة. بيسمع كده؟ أيوة. شفتي؟ عندما تأتي بؤونة الخيول. عندما تأتي الخيول. فين 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 بؤونة بقى؟ أستاذ أحمد. أيوة. لو لاحظت الحتة دي. أيوة. بؤونة. أيوة. ودي ظهرا. والخيول؟ الخيول هنا بقى. يعني أنت دلوقتي هتدفع الإيجار لصاحب البيت وتاخد منه المفتاح. لا والله ما أفتكرش المرة دي. أصل في التزامات مهمة اليومين دول. ثم انا هشيل هم صاحب البيت ليه؟ البركه فيكم مسهلين المهمه. على رايك هوب تبقى فوق هوب تبقى تحت. بالظبط كده. السلام عليكم. كده تحت الجرابي وضع عمره اتحرك برضه ما يصحش، لانك انت عارف انه جايز جدا يبقى جوز ماما، يعني هيبقى في منزله بابا، بمعنى اوضح هيبقى حماك. ده يبقى حمايه؟ جايز جدا لو الامور مشيت زي ما انا عايز. خيانية شوية مش كده؟ أصل البوتاجاز خلص وأنا بسويها. بتدور على إيه يا حبيبي؟ بدور على فازة كسرها. في فازة جديدة جوه في أوضة النوم. جديدة؟ جديدة. وأنت خليت في عقل يا نوال؟ مش لاقي على الواد. مساء الخير. اهلا وسهلا. مش واخد بالك مني حضرتك؟ انا ساكن معاك في نفس البيت في الدور الثاني. اهلا وسهلا. اهلا. وانا قاعد لقيتك قاعد متضايق وشايل الهم، محتاج اشوف ايه الحكايه. لا مفيش. اكيد مختلف مع الجماعه بتوعك. جماعه كده ايه؟ احنا مالناش في السياسه. يا اخي اصل الست بتاعتك وبصراحه كمان شفناك وانت نازل زعلان. ما انت عارف بقى بيه الستات واللي بيحصل منهم. عارف. تبتدي الواحدة تمر ناعم طول أيام الخطوبة لحد الجواز ما يتم، وتبتدي تقول لك نحن هنا. هو ساعات هو سوا برضه زينا ولا هو مين؟ إحنا ذبحنا القطة من أول ليلة وريحنا نفسنا من أولها. قطة إيه لا مؤاخذة؟ ده مثل بنقوله عندنا، معناه إن الراجل لازم من أول يوم جوازه يحسس الست بتاعته إن الكلمة كلمته والشهرة شهرة ولا رأي يعلو على رأي. الله أكبر الله أكبر. انت تقف على وده على طول على طول تضرب احترم نفسك تضرب احترم نفسك. مفيش يا مرحمين هو كده على وده مظبوط. يا سلام. اصبح على خير. يا سلام. السلام عليكم. وعليكم ما قلتليش حضرتك يعني اسم سيادتك؟ سليمان السبع. يا سلام. سليمان السبع. اسم على مسمى. السبع. ايوه. وحضرتك اسمك ايه؟ انا لحد النهارده كان اسمي احمد نافع الابوري. أيه. من ابور. أيه. انما من دلوقتي تقدر تقول عليا ابوري الاسد.
ابوري فين؟ الله اكبر. ابوري جامد قوي. يا سلام. الجامد. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت بعزم واحد صاحبي توفى. وكنت عاملين نصران في الكباريه؟ ليه بس يا حبيبتي؟ حبة صور. ايه؟ الساعة 12 ونص. ما انت عارفة بقى على ال عارف ايه مخلص وهد الصهان والحته الاتوبيس. ايه؟ اسمع، مش عايز اسمع صوتك ابدا. حاضر. اتغدى ونام هنا. والصباح رباح. حاضر. ولا اقول لك؟ ايه؟ نام بره ادبا ليك. حاضر. رجاله ما تختشيش. تعالى هنا. ايه؟ ان ما كنت خليك تمشي على العجين ما تلخبطوش. ايه هو ده بقى؟ انا عملت ايه عشان تكون بقى؟ عيطت ليه دلوقتي؟ علشان انت زعلان مني وانا مش عارفه اساعدك. ما علشان تساعديني لازم تسمعي الكلام. حاضر يا حبيبي. بعدين من النهارده لازم تعرف ان انا الاسد هنا في البيت ده. بس احسان عبد القدوس عنده روايه بيقول فيها ان الاسد اصله قطه. ماليش دعوه باحسان عبد القدوس، انا اللي بتكلم دلوقتي مش احسان عبد القدوس. خلاص اللي انت عايزه انا همشيك. طيب خدي ورقه يا مسرح بيها دموعك. لا تعب بره. مسحت دموعك؟ طيب تعالي نلتقي في قبله شنيعه. قبله شنيعه. البيت بيتكم. ربنا يكرمك. انت وحشنا يا سعد صلاح. اقدم لكم العيله وعيله العيله. سلم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا حلاوه. سلامات وحشنا قوي قوي. اهلا وسهلا. انت بتعمل ايه؟ اهلا. سلامات كده. مرحبا يا بيه. حاجه جميله. اهلا وسهلا. ورايا يا اولاد. ايه؟ انا ورجالي. ايه دي؟ يا يكونش جايبهم يا حبيبي عشان يخطبوا له ماما؟ يخطبوا له ماما ده ايه؟ انا مش عايز اسمع السيره دي بعد كده، فاهمه؟ طب بس خلاص ما تزعلش. احنا كنا بنقول ايه يا نوال؟ بنقول ايه يا نوال؟ افتكرت. ايوه. لا مؤاخذه هننزل نجيب سجاير وعيش وغموز. غموز؟ ايوه غموز، يعني ما نجيبش غموز ولا ايه؟ دي حاجة تضايق الحرية. عاجبك كده؟ مش قلت لك ما تصحش ندي للناس وش أكتر من اللازم؟ بس ما تاخدنيش في دوكة، أحسن أنسى كنا بنقول إيه. ده مؤاخذة، نسيت أسأل عبد السلام على نوع الدخان اللي بيشربه. لكن انتوا دخلتوا هنا ازاي تاني؟ ما هو اصلي يا عبد السلام ادى لكل واحد مننا مفتاح للشارع. ايه؟ مش قلت لك يا ست هانم احنا ساكنين في الشارع؟ يعني لازم تقول له ان احنا معانا مفاتيح. مش هو اللي ساكن. قول تقول له. طب هو انا عامل دور خلاص. ايه يا عبد السلام؟ والله يا عيال قاعدين تتخانقوا هنا وما جبتوش الغموض. والله المستعجل هو اللي ينزل يجيب بقى. وانا احنا حذرين عروقه. ايه ايه بقى كده؟ ايوه كده. والله العظيم هو اللي بيوريك الحاج. ايه ايه يا وريني. ايه 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 هو فضيت المنظر خد عين كده. هو يلا بينا نجيب السجاير والغموض ونيجي. يلا بينا. يلا بينا. عاجبك اعمال قرايب جوز امك؟ ناس شعبيين وطبيعيين، حسوا انهم عايزين يتخانقوا قاموا اتخانقوا. شعبيين وطبيعيين؟ انت افكارك مهببه. انا افكاري كذاب؟ وزفت كمان. وادي قاعد على الله حد يجي بقى.
يا نهار اسود. اصل ايه يعمل ايه؟ ما لقاش حد يدافع عنه من ساعه البيت. على كده يعني مش هنقبض مؤخر الاتعاب؟ لا يا سعاده البيت الكتاب مش كتاب مؤخر الاتعاب. اهل المتهم عايزين كمين. عايزين الشم من دمك والشم من دمك. انت جيت؟ نهارك اسود ومنجد بزنجين نيله. امسك اعصابك يا معلم. ولا دايم الا وجه الله كلنا هنموت. اتفاهم بهدوء. ابقى اتفاهم بقى في القصر العيني لما شرعك. ابراهيم. يا سعادة البيت انا بس هروح لغايه البيت اديهم خبر اللي انا في القصر العيني. ما تبقاش عايل يا ابراهيم. كده هتضيع نفسك بشربة مية. تصرفك ده فيه تأبيرك. وماله؟ اقلعوا جمعتين ثلاثة مع ابويا قبل ما يشتقوا. مرة تعطس ويأكلوك ومرة ما تجيش ويحكموا فيها. انت حد مسلطك علينا ولا ايه؟ انا هعمل له نقض على حساب يا معلم. مش هتلحق وشرفك. هقوم له محامي شاطر جدا على حسابي. سيبك مني انا، انا مقلق. انت حسابك في الدنيا انتهى. تحب تتشاهد ولا تموت؟ تاكس. على فين يا عروستنا يا حلوة؟ هروح لماما يا أستاذ عبد السلام. ومش عيب برضو تسيبي البيت علشان شوية زعل فاضيين؟ وعرفت منين؟ ما تعرفيش ان انا اقدر اقرأ افكارك، ومن شنطة هدومك اقدر اقولك على كل اسرارك. انا عرفت اللي حصل امبارح من افراد العائله، ورحت النهارده الصبح دفعت قرشين لصاحب البيت وجبت منه المفتاح. بس هو من يوم ما اتجوزنا دايما عصبي وقلقان. انت عارفه ان ظروف الحياه مش سهله، وده راجل لسه بيبني حياته. معلش برضو لازم اروح لماما واقول لها عشان تشوف لها طريقه وياه. ما فكرتيش ماما قد ايه هتبقى حزينه اما تعرف ان بنتها الوحيده مش سعيدة في حياتها؟ خصوصا وانت عارفة ان ماما ست رقيقة قد ايه وانسانة قد ايه وظريفة قد ايه. عندك حق، كفاية انها عاشت على ذكر المرحوم بابا 15 سنة بحالهم. زي تمام. ورفضت كل اللي تقدموا لها. زي تمام. مع انها في عز شبابها. زي تمام. ايوه كده، اضحكي اضحكي وخلي الدنيا تضحك معاكي، وارجعي بيتك وقابلي جوزك لما يرجع بابتسامتك الحلوه دي، وتاكدي انه هينسى كل شيء. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. العب. يلا مع السلامه. بقول ايه؟ هي ماما مش جايه عندكم قريب؟ هي ايه الحكايه؟ خبطي جامد انت نايمة. انا بقالي ربع ساعة عمالة اخبط، محدش جوه. يبقى اكيد محدش جوه. يعني حد على مشوار ده تاني. في حاجة اقدر اساعدك فيها؟ معايا بدلة يا ست سيدي، عايزة اديها لك. طب هاتيها انا اوصلها لها لما تنزل. حضرتك ساكنة هنا؟ في اخر دور، وصاحبتها كمان. هاتي. يبقى كتر الف خير. مع السلامة. مع مين؟ قولي وانا اعدمهم من عافيه.
شويه رجاله مفترين كانوا بيتخانقوا مع استاذ زميل، خسروا القضيه بتاعتهم. انا تعبت نمت بسرعه، رحت قايم قافل الباب بتاع اوضه المحاميين وهات يا ضرب، عدمتهم العافيه. برافو عليك يا حبيبي، طول عمرك شاهد. طب يلا تعال خش جوه استريح وانا هجيب لك الاكل في اوضه النوم. اوعى تكون لحمه امبارح. ما تخافش يا حمادتي، اطمن. يا نهار اسود حمادتي، انت بتدلعيني كمان. في ثانية واحدة هجيب لك الأكل. إشكالي خوف. لا أكل أنا بإيدي. أنت متعور. أيوة بس التعويرة في دماغي مش في إيدي. معلش برضه لازم أكلك بإيدي. أحمد أنت مش وعدتني إني ممكن أشتغل ونساعد بعض في مصروف البيت؟ أنا مش عايز أتعبك يا حبيبتي، غير كده كمان القرشين اللي هتقبضيهم هيضيعوا ما بين المواصلات، تاكسيات، وفير بتاع الشغل. وهو أنا هشتغل شغلانة عادية من دول؟ أمال أنت هتشتغلي إيه؟ جيتي وقعدتني تمرني في اسبوع. الحقيني يا ام احمد. انت حد مسلطك عليا؟ رقاصه. اقول لهم ايه؟ انا بكفي رقاصه. البتاع فين اللي بيكسروها؟ رقاصه. انا بكفي رقاصه. خير يا برافندم. ايه يا عم سيد صباح الخير. خير استاذ احمد، وقت محاميين من الساعه 7. يا ساتر، استاذ احمد ده بيكلمني، تصور اتصل بيا وصحاني من النوم وقال لي حصلني على المحكمه فورا. انت واقف ما تخلص. خير يا صاحبي؟ ايه يعني ايه؟ قضيه النفق مش النهارده؟ ايوه صاحبي، بس لسه الساعه 7:30. يعني عايز انا متاخر عشان يحصل لو حصل المره اللي فاتت؟ انا معاك حق صاحبي، دي المطلقه دي خفيت ابيض، ما تعرفش يوم رحميني. قول لي يا أنا صاحبي، تقبل مراتك تشتغل رقاصة؟ هو أنا لو قبلت حد يرضى شغالها يا سعادة البيه؟ دي بقت من قدماء المصريين. افترض إنها لسه شابة وصغيرة، تقبل؟ على جثتي يا بيه. إنما قول لي حضرتك بتسأل ليه؟ لا أصل واحد صاحبي مراته عايزة تشتغل رقاصة. اسمح لي، ده راجل أذن وعجيب الرجولة كمان. ما تلم السلك يا قاعد، تلم صح ليه؟ ما تلم صح. ما هو يا سعادتي في ما في صوت محترم يجمع على نفسه كده ابدا. يعني هو كان اتنين وافق يا سعادتي في مجرد انها تدخل في موضوع زي ده يبقى زوج تافه وكان لازم يسيح دفعها ويجي لحضرتك عشان تترافع عنه. انت اللي بعده دلوقتي. اتفضل يا جدعان اقعد بره. لو واحد متجوز من مدة قريبة وحب يطلق مراته، مش تبقى فضيحة قدام الناس؟ ده يتوقف يا سعادة البيه على سبب الطلاق، إنما قول لي سعادتك بتسأل ليه؟ لا أصل عندي واحد صاحبي متجوز من قريب وغرض يطلق مراته. هما صحاب سعادتك جرالهم إيه يا سعادة البيه؟ دول لا مؤاخذة عرة أوي. أنت بتهشها كده ليه؟ أنا عايز أعرف أنت مالك يا قول لي يا ابراهيم. ابراهيم. الساعة بقت 10 ولسه ما جاش. ما
انا مش مصدق عليا. ما تتصوريش حضرتك وحشاني قد ايه. ميرسي يا استاذ عبد السلام. مالكوا يا جماعه؟ في ايه؟ نوال يا سيدي زعلانه مع احمد. برضه قلت لماما انا مش اترجيتك انك ما تجيبلهاش سيره وترحمي شبابها ورقتها وقلبها الحنين. اصل الحكايه اتنيلت خالص امبارح. ما انت اللي غلطانه يا نوال. يرضيك يا استاذ عبد السلام تقول لبوسها انها تشتغل رقاصه؟ ايه؟ رقاصه؟ رقاصه من ال ايوه تصور. انا كنت عايزه اساعده في مصروف البيت ثم جارتنا دي ما هي رقاصه مالها؟ وكوثر جارتنا بتشتغل في كافيتيريا وعندها عربيه وليه كل ما اكلمه كلمه والتانيه يزعق؟ اشمعنى يعني عنايات جارتنا هي صاحبه الراي والنهي في بيتها؟ اه انا دلوقتي فهمت بقى. فهمت ايه؟ يا نوال يا بنتي انا اكبر منك سنا واعرف الدنيا اكتر منك، واللي يسمع كلام الناس ويصدقهم عمال على بطال لازم يضيع. اما الست عنايات اللي بتتكلمي عنها دي فانا بقول لك انها ما تقدرش تكح قدام جوزها، واذا ما كنتيش مصدقه انا مستعد اوريكي ده بنفسك. وشقه 8 ربنا يستر على عبيده وغيره وغيره وغيره. يا نوال يا بنتي الناس ماشيه في الشوارع وعلى وجوههم اقنعه يداروا بيه حقيقتهم علشان يغشوا غيرهم. معقول الكلام ده كله؟ يعني الاستاذ عبد السلام هيكذب؟ وما تنسيش ان انا ساكن في البيت من سنين واعرف كل اللي فيه. ما كانش لازم تفتحي بيتك لكل من هب ودب. عشان كده ناس زمان قالوا اسأل عن الجار قبل الدار. صحيح الواحد ما بيصدق انه يلاقي سكن يسكن فيه، انما ده ما يمنعش ان الواحد يعيش في حاله ويرسم حياته على حسب ظروفه من غير ما حد يأثر عليه. يا ما في ناس غاوية تحط غيرها في مصايب وتقعد تتفرج عليهم. وانا كنت هعرف منين انهم بالشكل ده؟ عشان كده الواحد مش لازم يتصرف في علاقته مع الناس خصوصا مع جيرانه. على العموم يا جماعة الحمد لله ان الحاجات دي حصلت في الاول علشان بعد كده تقدروا تكملوا المشوار في سعادة وهناء. ويا ريت حضرتك تروحي دلوقتي علشان لما احمد يوصل ما يلاقيش حد في البيت غيرها، وكلمتين حلوين منك هيرجعوا كل شيء لاصله. عندك حق يا استاذ عبد السلام، احمد مش لازم يعرف ابدا ان انا عرفت. خليه يحس انك انت اللي مقتنعة برأيه. اتفضلي اتفضلي ابصلك يا اعظم سيده على ظهر هذا الكوكب. مفيش داعي تتعب نفسك يا استاذ عبد السلام. اتعب نفسي واسيبك تروحي بالليل لوحدك؟ بس يعني ما فيهاش حاجه يا ماما. ما فيهاش حاجه يا ماما. يا هانم انا مستعد اقضي بقيه عمري في خدمتك. الكلام ده كتير قوي يا استاذ عبد السلام. ولا كتير ولا حاجه. نوال هانم هو اسبوع العسل قضيتوه في اني اوتيل؟ في مينا هاوس. وكان كويس؟ هايل. طيب على العموم اذا ما ظهرناش انا ووالدتك لحد بكره هتلاقونا هناك. ايه الكلام ده يا استاذ عبد السلام؟ ده اقل ما يجب. انت الاسانسير ده بقى يتصلح مش معقول. اي اي رجلي اي رجلي. سلامتك ألف سلامة إن شاء الله. أنا رجلي يا أستاذ عبد السلام. أنا هتصرف حالا. وريني كده. لما يذكر يحس انه جدع ويقعد يقول انا جدع لغايه الصبح. انا شارب ازازه بحالها وحاسس ان انا مش جدع.
الو، ايوه انا. مش معقول. طيب طيب ماما فين؟ الشغاله ضربتني وقالت لي انها ما رجعتش البيت لغايه دلوقتي. ما تخافيش، ماما عندي. في شقتك؟ اه. معناه ايه الكلام ده يا استاذ عبد السلام؟ واحنا خارجين من باب البيت رجلها التانت تحتها ووقعت على الارض. طبعا ما قدرناش نطلع السلالم دي كلها تاني، وكمان ما قدرناش نطلع الشارع علشان ناخد تاكسي، فحوشتها عندي. وعامله ايه دلوقتي ماما؟ طمني. ماما بخير، بس انا حزين على نفسي، حزين قوي. قصدك ايه؟ مش فاهم. لما ماما وقعت حاولت اشيلها من ايدي، تصوري ما قدرتش، خطوه والتانيه ولقيت نفسي راح. يخص عليك يا زمن. ايه اخبار احمد؟ طمنيني، مش كله تمام؟ ما جاش البيت لحد دلوقتي. غريبه. اجي معاك، عايز اشوف ماما. لا خليك انت هنا، يمكن احمد يجي، وانا غرضي لما يرجع يلاقيكي موجوده، وانا هبقى اطمنك عليها. انا اعرف اهز كويس قوي. مش العده بتاعتكم اهو؟
فين النقط؟ طب اتفضل اطلع للمكتب فوق وانا هطلع نقط. اه بس اتنقطتني نقطة نقطة ازاي يا حنفية؟ مع الأولاد من هنا ورايح يا تشتركوا غسالة يا تقعدوا بهدومكم وسخة مش تنضفوا على حساب العالم الغلابة. الله انت مجنونة يا جدعتة ولا ايه؟ انت اللي مجنونة والستين مجنونة بتفتري على العالم ليه؟ ثم بتضربيها في الدماغ ليه؟ محدش عنده دماغ غيرك يعني؟ احمد حبيبي شغلتني عليك. اوعى ايدك انا مش احمد ومش حبيبي. انت تبقي مين انت؟ حبيبي انا نوال. نوال مين؟ الرقصة؟ انت نوال الرقصة؟ لا انت شقة 8. نوال فين؟ لازم عند عبد السلام الدمنهوري. انا اروح اطب عليهم. عبد السلام الدمنهوري. نوال عبد السلام الدمنهوري. نوال احمد ارجع يا احمد ارجع. ابعد عني عبد السلام ابا منهوري. نفسي ومنى عيني كل يوم الصبح اقبل السلمه اللي شنكلتك وخلتني اقضي جنبك اجمل ايام عمري. استاذ عبد السلام ارجوك بلاش الكلام ده. مش بايدي يا هانم. خلاص ما بقتش قادر اكتم واخبي بعد عذاب الحب مفضي. وبعدين يا استاذ عبد السلام ضغط يولد الانفجار. نوال فين؟ استاذ عبد القول من رب رحيم. نوال فوق يا اخي. نوال مش فوق. نوال بره. انتوا بتعملوا ايه؟ نوال 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 الله اعلم. احمد احمد انتوا بتعملوا ايه؟ احمد فين؟ احمد خرج خرج. احمد استنى يا احمد. هي مالها؟ الله اعلم. اهو من هنا يا استاذ. احنا وراه مسافر طويل. مالنا يا هو في العماره؟ مش معقول. غرب يا ابني. بتعملوا ايه؟ وانت مال اهلك؟ يا اخي ما زي بعضه. بقى الناس دي كلها عرف الباب السر بتاع القصر فين؟ انا مش مطمنه ابدا. وانا قلقان. يلا نشوف بيعملوا ايه. احمد. محدش يقرب لي. احمد استنى يا احمد. محدش يقرب لي. احمد. سيبوني. انتوا عايزين مني ايه؟ انا نوال يا احمد. لا انتوا جيران. نوال مش كده ابدا. ثم انا مش متجوز الجيران. انا متجوز نوال. انتوا عايزين مني ايه؟ خلاص يا حبيبي ما بقاش في جيران. بقيت نوال وبس. هفكر واتكلم بعقل نوال وبقلب نوال وبلسان نوال. حياتنا هنبنيها زي ما احنا عايزين وبالطريقه اللي تساعدنا من غير ما حد يدخل فيها. والولايه اللي سمعنا ايه؟ ملناش دعوه بيها. وكوثر وديدي وبقيه العماره ليهم حياتهم ولينا حياتنا. نوال كنت فين يا نوال؟ حبيب قلبي تعالى. هو ده اللي فتح لي دماغي يا استاذ. اسجنهولي سايقه عليك النبي. حاسب هو ده اللي نط على سريري يا فندي. يا جماعه يا جماعه مش كده. مش كده الكلام اللي بتعملوه ده. ايه ده؟ سيبوهم. هما دلوقتي في لحظه من اجمل لحظات الحب. قطع عني الخلف يا عبد السلام. احسن نهايته. يلا يا ست جمالات. يلا تعالي. بمناسبه الخلف ايه رايك بعد الجواز استاذ عبد السلام؟ يا سلام على الناس الكمه لما تنكسف. بالمناسبه دي انا عازمك الليله دي على فيلم فرنساوي اسمه امبيانس. مكسوف كده ليه في شعر العسل؟ احمد يا حبيبي ايه رايك لو اشتغل ممثله؟ ممثله؟ استنوا استنوا. انا لسه بدري على المحطه بتاعتي.
متشكره قوي. فلوس؟ فلوس ايه يا استهان؟ لا 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 لا، انا مش عايز فلوس، انا مش عايز فلوس، بس انا سايق عليك النار. لو التليفون ده عطل ما تبعتوليش. واجد صحيت على قدي، عندي عيال عايز اربيهم. بكره صاحب البيت يصلح الاسانسير. صلح؟ تصدقي الكلام ده برضو؟ الاسانسير بتاعكم ده ما بيشتغلش الا في العطلات الرسميه. انا عارف البيت ده كويس قوي، عارف صاحبه كويس قوي قوي. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالى بالشقه. الله انت جيت يا حبيبي. اوعى تقول انك تعبت من السلم. ده انت لسه شباب وما يصحش كده. يلا قوم. عندي حاجة عليها القيمة هتكون نسيها من بعدها؟ برضو لا. أمال عايزة تخلصي عليا وتموتيني بدري ليه؟ اخفى عليك، ازاي تتهمني اتهام زي ده؟ أنت فاهم يعني إن ما عنديش محامي يترافع عني؟ حبيبتي، المحامي اللي أنت قصدك عليه ده بعد أسبوع واحد في الشقة هنا مش هيبقى في حالة رفع ولا اللازم منه. ما تكبرهاش بس أمار. فيها ايه يعني لو كنا سكننا عند والدتي زي ما اتفقنا من الاول؟ حبيبي انا قريت في كتاب ان اهم حاجه بتوصل لمرحله الطلاق ان العرايس يسكنوا في بيت اهاليهم او يبتدوا حياتهم في بيت اهاليهم. الكلام بيكتر، امك قالت، لا امك انت اللي قالت، ويبصوا يلاقي نفسهم عند المأذون. اكيد اللي كتب الكلام ده ما سكنش فوق السطوح. اكيد يعني. اول مره يرن في بيتنا يا حبيبي. الو؟ ايوه يا حاج. كده؟ طب معلش ولا يهمك. مع السلامه. ايه في ايه؟ لا ابدا يا حبيبي، مفيش حاجه مهمه. ده صاحب البيت بيبارك لنا وبيتاسف انه مش هيقدر يبعت اوضه النوم النهارده. امال هننام على الارض؟ وايه يعني؟ منها نشأنا واليها نعود، وبعدين دي هتبقى ذكريات هنفتكرها في المستقبل ونضحك عليها. مش هنلحق نفتكر، لأننا هنكون انتقلنا للرفيق الأعلى بسبب الروماتيزم اللي موجود في الشقة. روماتيزم إيه كفر للشر يا حبيبي؟ يعني ما أنت شايف الإزاز المكسور؟ ده غير الهوا اللي هيلعب من تحت الباب. ده الجو جميل قوي يا حبيبي الليلة. جميل إيه ده؟ إحنا في يناير يا ست هاني. ما تخافش، أنا سمعت النشرة الجوية بنفسي في الراديو، وبيقولوا إن الجو النهاردة دافئ ممتع خالي من الرياح. وبتصدقي كلامهم برضه؟ من فضلك تستناني 5 دقايق بالظبط. حاضر. لسه متضايق؟ هفرقع. طب خد اكسر دي. ليه؟ اكسرها بس دلوقتي حالا هتستريح، اصلها حاله نفسيه. لا يا شيخ، يعني كل ما بعصب اروح مكسر اي حاجه قدامي؟ طوالي. وانت لما هتتنرفزي انت كمان هكسري اي حاجه قدامك؟ طبعا. الحمد لله انا ما استناش عند امي. اهلا اهلا يا ماما. اهلا. اتفضلي تعالي تريحي. اتفضلي. اهلا. اقعدي يا ماما هنا. اتفضلي. اتفضلي. ميرسي قوي يا ماما على الورد. يلا يا حبيبي انزل هات ازازه الكازوزه لماما. من تحت؟ ايوه هات بسرعه. لا 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 مش عايزه. بتقولي مش عايزه. ودي تيجي برضو. يلا يا حماده. لا
كان صاحبه الشقه نفسها بتقول لك مش عايزه. مش كده. اكيد تعبتي مش كده؟ ايه ده يا بنتي؟ مش تقولي انك ساكنه في البرج؟ وانا لقيت غير كده يا ماما وقلت لا وما سكنتش. امال امال فين العفش؟ صاحب البيت قال هيبعت اوضه النوم بكره واحنا هنكمل الباقي. اه بكره. ودي الشقه دي اديتها فيها 60 جنيه. اوعى تقول الكلام ده لاحمد الحسن ده على الاخر. طبعا انا فهمته انها ب 25 جنيه بس وحضرتك هتكملي وهتدفعي كل شهر زي ما اتفقنا يا ماما. ها وايه بقى سلم المطافي ده؟ مطافي ايه يا ماما؟ دي بتوصل على السطوح. على السطوح؟ عن طريق شقتكم؟ وفيها ايه يعني؟ اعتبريها ديكور. المره الجايه لما تيجي تزورينا مش هتعرفي الشقه من حلاوتها. انا هو انا فيا صحه عشان اجي لكم هنا تاني؟ عن اذنك يا اختي انا ماشيه. ايه يا ماما مش معقول رايحه فين؟ اصل ساكتي استنيني تحت. يبقى مش ما كنتيش جايه عشان خالتك تعبانه شويه قلت اروح اشوفها وفوت ابارك لك على الشقه. ما كنتش عارفه المصيبه اللي انت عايشه فيها دي. فبتتعشي معانا بكره؟ انا اتعشى معاكم اطلع السجن ده تاني. وحياتك يا ماما. سلام عليكم. عشان خاطر يا ماما. حاضر عشان خاطرك. عشان خاطرك عينيا الاثنين. ما تنسيش يا ماما. مع السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. عندك كده لسه برضه مصدقه مصلحه الارصاد؟ الحقيقه ما لهمش حق يخدعونا بالشكل ده. هما اللي بيخدعونا ولا احنا اللي بنخدع روحنا؟ حبيبي دسيني. مش لما دق في روحي الاول؟ اخفى عليك خدني في حضنك. يا سليم ما كنتش عارف ان البرد له فوايد لذيذه كده. وانت لسه شفت حاجه؟ لقيت فايده حبين الصبح لما نقوم من النوم نلاقي ظهرنا متاني ورجلينا مكلبشه ببعض. روماتيزم بقى. وبدل ما نروح على المحكمه ينقلونا على المستشفى. طب نام وانت ساكت ما تبوظش الجو الرومانتيكي اللي انا عاملاه لك ده. اه ايه مالك يا حبيبي؟ الرطوبه ابتدت تخرج مفاصلي. طب اسمع انا عندي فكره جنان. الحقيقه يا حبيبتي افكاري كلها بنمزج الان. ايه رايك نقوم نخرج نتفسح؟ نتفسح؟ انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ وايه يعني بيقولوا ان في محلات بتسهر للصبح. الصبح اللي انت بتقولي عليه ده لازم اروح فيه المحكمه ولازم اكون فايق ومستريح علشان اعرف اترافع عن الناس والله قدام القاضي زي التروش. ومين هيتفسحني غيرك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت ليكي يوم واحد في الاسبوع تتفسحي فيه زي ما انت عايزه. بقيه الايام البرنامج هيكون كالاتي: ارجع من المحكمه اتغدى وانام ساعتين، بعد كده انزل اروح المكتب اقابل العملاء، ارجع من المكتب ادرس القرار، ثم اشرب اللبن ثم انام في هدوء. اه جواز تقليدي يعني. هو الجواز كمان حطوه على درجات؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه؟ الظاهر حد بيفتح الباب. مصيبه هيكون حرامي. ده يبقى حمار قوي لو جه هنا. طب قوم شوف ايه؟ يا حبيبتي انا لغايه دلوقتي موافق على كل حاجه انما توصل لحد ان انا اواجه حرامي وجها لوجه انا اسف ده مش من طبيعتي ولا من اخلاقي. قوم بلاش كسل الزوبعه خلصت. يا تقومي تقابليه انت يا تنامي وتسكتي. اسكت ازاي؟ لا اقوم طبعا. Thank you.
حضرتك؟ مين حضرتك انت الاول؟ انا تقريبا صاحب الشقة دي. ده احنا اللي ساكنين فيها. الله، هي سكنت؟ من النهاردة، وما تقربش لحسن حضرة في المليان. لا مليان ولا فاضي يا ست هانم. الموضوع ما الموضوع ما فيه ان احنا جيران. ايه؟ اصل انا مأجر البدروم بتاع العمارة مفروش، مأجره من صاحب الملك، واتأخرت في دفع الإيجار، فالراجل من بجحته قفل البدروم ومنعني أخش أنام فيه. شوفي قلة الحياة. أيوة، بس البدروم اللي بتتكلم عنه ده يبقى تحت، وأنت دلوقتي فوق على السطوح. يا ماما أنا متعود أطلع هنا كل يوم أستخدم السلالم دي، أبقى على السطوح على طول. وبعدين؟ وبعدين أنزل على سلالم الخدامين أبقى تحت. من شباك المطبخ المكسور بتاع البدروم انط ابقى جوه وانام، ولا من شايف ولا من ديري، والصبح نفس الحدود. يا حرام، اتفضل. ميرسي. اعمل لحضرتك قهوه؟ لا يا ماما متشكر. يا مرجعتي ما عندناش لا بن ولا ميه. بتتكلم حتى مش حرامه ضربت معاه الصحوبيه. هنعمل ايه يا استاذ هانم؟ اصحاب البيوت ما بقاش في قلوبهم رحمه. فعلا، خصوصا صاحب البيت بتاعنا. تصور ما اجر لنا الشقه دي ب 60 جنيه في الشهر. يا ساتر يا رب. احمد بيدفع 25 وماما بتدفع الباقي. احمد مين؟ احمد جوزي. وستك متجوزه؟ ولسه عرفان جداد. ألف مبروك يا هانم. اسمحي لي أقدم نفسي، عبد السلام الدمنطوري. نوال مختار. وبالمناسبة دي أرجوك تقبلي عزومتي أنت والبيه على العشاء بكرة بالليل. بلاش بكرة عشان ماما جاية عندنا. وماله؟ ده أنا هكون سعيد جدا لو ماما شرفت معاها. مش عارفة. نعم، تكسفنيش. ما تكسفنيش، خصوصا إن إحنا جيران. لحسن بعدين انكسف اعدي من عندكم تاني مره. يا خبر، حضرتك تعدي في اي وقت. خلاص، لازم تقبل العزوم. خلاص اتفقنا. ميرسي. انا هستناكم الساعه 8 في القصر بتاعي. قصر ايه؟ ما انا مسمي البدروم بتاع القصر. تصبح على خير. وانت من قلبي. عامل حق. انا هحاول بعد كده اجي بدري علشان ما اقلقكوش وانتوا نايمين. براحتك، مش مهم. أصيلة يا نوال هانم، أصيلة. مع السلامة. أنت واقفة تتسالي مع الحرامي؟ ده مش حرامي يا حبيبي، ده الأستاذ عبد السلام. الأستاذ عبد السلام؟ أيوه. الأستاذ عبد السلام مين؟ أنت منهوري. أنت منهوري؟ عبد السلام أنت منهوري كمان؟ ده منهوري مين؟ جرى اللي في البدرون. اللي في البدرون؟ وإيه اللي جابه في الصبح؟ صاحب البيت مش راضي يدخله لأن في أجرة متأخرة عليه. والراجل متعود من زمان ينط من شقتنا على سلم الخدم على مطبخ البدرون على جوه، ينام لا من شاف ولا من دير. ايوه، يرد زي ما هو عايز زمان، لكن دلوقتي دي شقه متأجر فيها سكان، القانون يمنع اي تصرف بالشكل ده. لازم اساعده وانصره على جشع صاحب البيت. تقومي تخليه يعمل شقتنا كوبري؟ الناس لبعضيها، النهارده احنا نساعده وننططه من فوق لتحت. جايز بكره نتعذر ولا ندفعش الأجرة ينططنا هو من تحت لفوق، والواحد برضه لازم يبص لقدام يا حبيبي. إن هذا الذهب الواقف أبابكم. إيه ده يا أستاذ أحمد؟ أنت! لا مؤاخذة يا فندم، أصل يعني إمبارح تضيعوا في ماذا أقول، والنهاردة تضيعوا في البرد ولا في الوزن. أصل يا سعادة البيت يعني. الإزاز مكسورة يا فندم. الإزاز يا فندم، الإزاز مكسور والأوضة أصلها من الهواء. هو دخل
دخل يا فندم وقعد واستريح. استريح قوي يا فندم. ايه ده البرد؟ لا يا فندم. عبد السلام انت مجهولي. يا استاذ ركز في القضيه اللي قدامك. اقعد استريح على مسألة الشاهد الاول. نادي على الشاهد الاول. عبد الفتاح سليماني المنشاوي. قول والله العظيم اقول الحق ولا شيء غير الحق. والله العظيم اقول الحق. رفعت الجلسه. يستحسن برضه يا فندم. شكرا قوي. مع السلامه. مبروك يا حبيبتي، العمارة نورت بوجودك فيها. ميرسي. أنا عناياه، جارتي في الشقة اللي تحت رجع على طول. أهلاً وسهلاً، اتفضلي. والنبي يا حبيبتي، أنا أول ما سمعت إن الشقة سكنت وإن السكان علي الجداد طرت طرت من الفرحة. ميرسي يا ست عناياه، باين عليكي ست طيبة والله. الله يخليكي. بس يا أختي يكون في عز. أنا شقتي شقتك وشقتك شقتي، حكيم أنا أحب الناس قوي وعمري ما أحب التكليف، مفيش في الدنيا أحسن من إن الناس تحب بعضها. يخرب بيت وصاحب العمار، عرف إزاي يخلق الشقة دي من الحتة الصغيرة دي؟ أزمة سكن بقى. ده راجل جشع، طماع، بعيد عني. الود ده وده يعدلنا كلنا من العمارة ويقبرها مفروشة. وفرش ايه زي ما انت شايفة كده اهو. بس بيني وبينك كده، الناس دي مش عاملة حساب لاخرتها، دي اخرتهم سودة بعيد عنك. لكن انا وانت كده واللي زينا عجبنا حد، هم بقى على جهنم. يا عالم. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا يا حبيبتي. شوكولاتة؟ من يد ما نعدمهاش كمان واحد. إيه بس ما كنتيش تحلفي. عن اذنك ثانية واحدة. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. على فكرة ايوه حلوة قوي بلوستك دي. ميرسي. يعني لو جاني الجوب بقى كده ولا كده ابقى استلفها منك. تحت امرك في اي وقت. هو البيت بتاعك بيشتغل ايه؟ محامي. ربنا يحرسهولك. ميرسي. انا بقى البيه بتاعي بيشتغل في شركه استثمار كبيره قوي. حاكم بيتكلم بالسبعه تولسون. هايل. بقالنا 12 سنه متجوزين والحمد لله عايشين عالي العين. عمرنا ما اتخانقنا مع بعض. اكيد راجل عظيم. لكن الرك برضه على الست. والمثل بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. ما تستقليش بالكلام ده. هي صحيح امثال شعبيه لكن ليها معنى كبير وبتنفع. ماما دايما تقولي كده. طب والست هتعود جوزها على ايه؟ حاجات كتير يا حبيبتي. يعني مثلا الكلمه في البيت لازم تبقى كلمتك. هم عليهم الشغل وبس، واحنا علينا الاداره الداخليه والعلاقات العامه. حلوه قوي حكايه الاداره الداخليه والعلاقات العامه دي. وكمان مصروف البيت لازم يبقى في ايدك. تصرفي اللي تصرفيه وتتكني اللي تتكنيه. بس متهيألي ما يصحش الواحدة تعامل جوزها بالشكل ده. ده يصح ونص يا حبيبتي. هو حد ضامن الزمن اليومين دول؟ ألعاب الرجالة بقت كتير قوي. خلي بالك كده في نوع من الرجالة لما القرش يجري في ايدهم ينقلبوا ويفتروا. قالوا على رأي المثل يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربان. ماما دايما كانت تقول كده. مامتك دي باين عليها لذيذه قوي. اوعى تكون مع الطلاق يعني حاجه. ابدا انا يا دوب كنت حبك عشان الغابة. يا اختي سيبك سيبك سيبك. الوقت قدامنا طويل. احنا قاعدين نستمر مع بعض. على رايي طول عمرنا بنطبخ للرجاله، خدنا منهم ايه؟ بس تفكير قوي يا معلم. المعلم على كل عيش كان بيظبط مراته على مرات اخويا. قول لي بقى ده ما تتعبش؟ لا يا معلم، كان اتداوى عليه وريح روحه يعني.
انت معانا ولا معانا؟ ايوه ابراهيم الجلسه معاك. سعد بيه الغاضي اجل الجلسه لغايه بكره يظهر خد برد وراه. طب ابعد عني استمتعيني. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه حسيتيه دايما من وقت للتاني ان ده بيعكسك ده بيغزلك يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. جبت الحاجات دي كلها منين يا ست عنياك؟ ده انت ممكن تعملي كتاب عن السعاده الزوجيه. هو انت لسه سمعتي حاجه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. عنياك هي جارتنا. اهلا وسهلا. الف مبروك يا عريس. سلامتك يا حبيبي. انت عيان ولا ايه؟ شويه. ادخل استريح. تعالي. تعالي لينا ما تلبقيش عليها قوي كده يا اختي احسن بعدين يسوق فيها وما تعرفيش تاخدي منه لحق ولا باطل بعد كده. بس ده عيان بجد وماله يا حبيبتي؟ الست الجنينه لازم تداري على عواطفها شويه احسن. يا لهوي يا لهوي على الرجاله لما يعرفوا ان احنا سواهم واقعين. معقول بره؟ طب امشي انا بقى احسن من تعبير. مع السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. حد الصاحب على الجيران وجيران الجيران استاذ عبد السلام بالليل والست عناب بتاعتك دي بالنهار. على فكره الاستاذ عبد السلام عازمنا على العشاء الليله دي ما تنساش. انت مش بتقولي مامتك معزومه النهارده عندنا على العشاء؟ ما هي مامتي كمان معزومه معانا عند الاستاذ عبد السلام. هو يعرفها منين بس عشان يعزمها على العشاء؟ وبعدين يا حبيبي انت عيان وعندك برد ما تتكلمش. بصراحه بقى انا راجل البيت ولازم اقول رايي. وانا مسؤوله عن الاداره الداخليه في البيت والعلاقات العامه. وبما ان عبد السلام افندي جارنا يبقى تابع للاداره الداخليه والعلاقات العامه. انت بتقولي ايه؟ انت متجوزه عريس قطاع عام؟ يعني يرضيك اطلع عيله في كلامي قدام الراجل؟ نهايته من هنا لغايه بالليل ربنا يحلها. بتبصي لي كده ليه؟ ايه في ايه؟ اصلك بقالك مده ما عطستش. والله انا حر بقى اعطس وقت ما انا عايز. تلاقيك بتتمارض عشان تعرف عواطفي. انا فاهمه العيب الرجاله كويس. انت جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ دي ثقافه عامه ولا انت فاهم بس ان المحاميين هم اللي مخهم كبير؟ بقول لك ايه؟ احسن حاجه تحضري لي غدا، احسن هموت من الجوع. احمد حبيبي انا متاسفه قوي ما لحقتش اطبخ. ايه؟ ما لحقتش اطبخ. ما لحقتش تطبخي؟ الست عناد جارتنا اللي شفتها جت من الصبح وقبل منها الناس اللي جابوا العفش عشان كده ما قدرتش اعمل حاجه. مش انا قايل لك ان انا لازم انام بعد ما اتغدى وبعد كده بعد ما اتغدى اروح المكتب انام ساعتين؟ لازم انام ساعتين وبعد ما انام ساعتين اجي من المكتب ادرس القضايا واشرب اللبن وانام في هدوء. مش احنا متفقين على كده؟ انزل هات اي حاجه جاهزه وتكون خفيفه. انزل انزل السلالم دي كلها. هو انا لو نزلت هيبقى ليا نفسي اكل خفيف ولا ايه؟ فين ايام ما كنت ساكن معاك يا اما؟ قصدك ايه بقى من الكلام ده بقى؟ 100 مره قلت لك ما تخرجيش من غير اذن. انا كنت جوه البيت مش بره. مش عايز كلام. امرك. اروح في خدمه الغدا. تعالي هنا. فاضل كام جنيه اللي سبتهولك الصبح؟ 15 قرش. وفاضل 10 مسابق مصروف امبارح. ايوه يبقوا ربع جنيه اهو. خدي عليه ربع جنيه كمان وده مصروف بكره، فاهمه؟ هو النص جنيه ده هيكفي؟ الصرافي ماليش دعوه. امرك.